مساء الخير عليكم جميعا. قبل ما نبدأ هعرفكم بنفسي للي ما يعرفنيش. أنا جيهان رمضان، أنا ميديكال دايركتور نوفارس ايجيبت. خليني لو تسمحوا لي هاخدكم كده سريعا within the next few minutes toward، بس هستعرض معاكم نوفارس بتفكر ازاي especially على level of MS therapy area patients. How do we concern about those specific and very sensitive type of patients؟ زي ما حضراتكم عارفين احنا نوفارتس الحقيقه نمبر 1 مش بس في مصر لكن وورلد وايد، وكلنا عارفين ان نمبر 1 ده معناه ان في مسؤوليه يعني بتحتم على نوفارتس ان احنا نكون مسؤولين ان احنا نحققها توورد الميديكال كوميونتي. زي ما حضراتكم عارفين انه being number one means ان احنا لازم يكون عندنا vision و mission عشان نقدر نوصل لها بال support of the medical community وال expertise اللي معانا دايما، واللي اعتقد ان احنا من غيرهم مش هنوصل لنجاحنا. الحقيقه نوفارتس vision مش بس في مصر لكن على مستوى العالم، احنا لينا رؤيه ان احنا how can we be a trusted leader to change the practice of medicine. ودي لو حضراتكم في أي مكان في نوفارتس مش بس في مصر، في العالم كل واحد بيشتغل في نوفارتس بيشتغل ولينا رؤية ثابتة إن إحنا to be trusted leader بهدف واضح وصريح إن إحنا نوفارتس كل يوم بن invest في الريسيرش علشان نقدر to discover new ways و innovative molecules, innovative ways علشان نقدر to extend و improve the patient's life. الحقيقه عشان نوصل لاهدافنا ده كلنا عندنا كوميتمنت واضحه وصريحه توورد الميديكال كوميونتي وتوورد العيانين. الكوميتمنت ده بيقول ان احنا محتاجين ان احنا فعلا تو سبورت الميديكال كوميونتي سواء اتش سي بي او بيشنتس، ازاي نزود النوليدج، ازاي نزود وامبروف الكلينيكال براكتس علشان في الاول في الاخر تو بي بوزيتيفلي امباكتد على العيان. احنا كفارما اندستري هدفنا الاول والاخير هو البيشنتس، زي ما انا متاكده ان هدفكم ان انتوا فعلا برضو هدفكم الاول والاخير هو العيان وهاو تو امبروف اكستند وسبورت العيانين دول. الحقيقه احنا بنتكلم النهارده على فيري سنسيتيف تايب اوف بيشنتس اللي هو الام اس. من المنطلق ده اللي احنا بنقوله ان احنا هاو تو ورك توجذر كفارما اندستري مع الميديكال سوسايتي، واللي انا اعتقد ان احنا من غير السبورت بتاعكم ما كناش وصلنا لنجاح ده. ازاي نزود الكلينيكال براكتس، تو امبروف الكلينيكال براكتس، ازاي نزود النوليدج، ازاي نسبورت كل الدكاتره بالابديتس والنيو جايد لاينز بكل حاجه تو بي ات ذا اند اوف ذا داي امباكتد على العيانين بتوعكم، وده اللي احنا موجودين عشانه النهارده. الحقيقه احنا فكرنا في الكلام ده ففجت فكره الام اس او سكول اوف ام اس. الحقيقه دي كانت انيشيتيف طلعت من نوفارتس ولاقت استحسانا لما عرضناها من البدايه خالص مع اور بروفيسورز ساينتفك بانل اللي موجودين معانا النهارده، دكتور مجد فؤاد زكريا، دكتور طبعا ماجد عبد النصير، وكان بالسبورت بتاع الميديكال سوسايتي الايجيبشن سوسايتي. الحقيقه قدرنا ان احنا خلال 2018 لغايه 2019 نجحنا مع بعض ان احنا تو كوندكت حوالي 5 ويفز كانوا كلهم ساينتفك ايدوكيشن، وقدرنا الحقيقه ان احنا تو كوندكت ذا موست ابديتد نوليدج وجايد لاينز في خلال الخمسه ويفز، ونجحنا ان احنا تو انجيج في الخمسه ويف دول حوالي 6 يونيفرسيتيز توب يونيفرسيتيز، وكانوا معانا حوالي 120 دكتور نيورولوجيست. قدرنا ان احنا خلال الفايف ويف تو ريتش موست اوف الاوبجكتيفز اللي احنا كنا حاطينها من البدايه. في بدايه 2020 الحقيقه وات هابند في الكوفيد سيتويشن كان فيري بيج تشالنج، وتخوفنا الحقيقه كلنا، واعتقد ان انتوا كلكم توافقوني ان احنا كان عندنا فير ان احنا ايه ده، طب هنكمل ازاي؟ هل هنقدر نكمل بنفس المومنتم بنفس الكواليتي والكوانتيتي ونفس السيرفيس والسبورت والانجيجمنت اللي احنا بداناها في السنتين الاولانيين، ونقدر نكمل السكول اوف ام اس بنفس الكواليتي؟ الحقيقه كانت سربرايز لينا ان احنا اكتشفنا انه الديجيتال بلاتفورمز والنيو فيرتشوال انتراكشنز ساعدتنا كلنا الحقيقه ان احنا نعمل عدد اكبر. مش بس كده، يعني احنا في خلال سنه واحده في 2020 اللي احنا فيها قدرنا ان احنا نعمل 4 ويفز فيرتشوالي،
ده مش بس كده، الحاجة الحقيقة اللي احنا we all proud of ان احنا خلال سنتين قدرنا ان احنا to interact مع 120 دكتور، لكن what happened خلال الأربعة virtual interactions وصلنا حوالي 430 neurologist كانوا معانا engaged في ال virtual waves of school of MS. فالحقيقة دي ده نجاح الحقيقة we all كميديكال تيم جوه نوفارتس proud of. لكن أنا يعني دايماً بأكد إنه لولا وجود your support as a professor في الإيرا دي، لولا ال support of the medical societies ما كناش قدرنا نوصل لل success الحقيقة اللي إحنا فيه ده. خليني أقول لكم النهاردة الموضوع مختلف شوية. ليه؟ لأن إحنا النهاردة بن celebrate ب something مختلف عن اللي حصل قبل كده. يمكن اللي قبل كده كانت معظمها theoretical، معظمها بن enhance knowledge، معظمها بن share the information وال practice، لكن كل ده كانت it's a journey علشان نوصل للمرحلة اللي إحنا فيها. إزاي الدكاترة النيورولوجيست قبل ما العيان يوصل للtop medical expertise يكون أخذ the full support وال full understanding من النيورولوجيست، قدر إن هو properly يدياجنوز العيان، properly يدفرنشيت ال type of MS patients، properly understanding how to manage how to support العيان ده، علشان في الأول في الآخر either إن هو يcomplete ال management paradigm أو إن هو يحتاج لل expert support من حضراتكم. النهاردة الموضوع مختلف. النهاردة معانا جونيور، معانا نيورولوجيست هاي بريزنت ال difficult cases of MS patients، وأعتقد إن دي هتبقى great opportunity having ال top expertise في ال era of MS in order to share ال clinical practice، يسمعوا من حضراتكم what has been done، what is the proper management for those patients، علشان في الأول في الأخير زي ما قلنا إحنا اللي يهمنا إنه ده يبقى positively reflected على عيانين الـ MS patients. النهاردة زي ما قلت لكم الموضوع مختلف تماماً، معانا الـ real practice إيه اللي بيحصل في العيادة، فدي أعتقد إنها تبقى more interactive، هتبقى opportunity إن إحنا to share the experience، نسأل ونسمع من الـ top eminent expertise في الـ era of MS. ده هيخليني أتحرك لـ welcoming our scientific panel. الحقيقة احنا دايماً بنشكرهم لأنهم دايماً معنا، بي spend a hell of time effort قبل ما نقعد مع بعض وقبل ما نجهز الميتنج، بيدونا وقت كتير جداً من وقتهم في الـ preparation وفي الـ insight وفي الـ guidance وفي الـ content. فأنا I would like to طبعاً في البداية أرحب بدكتور بروفيسور مجد فؤاد زكريا، طبعاً كلنا عارفينه غني على التعريف بروفيسور مجد فؤاد الـ President of the Egyptian Society of MS، ومعنا بروفيسور ماجد عبد الناصير طبعاً the Head of or the President of Egyptian Society of Neurology, Psychiatry and Neurosurgeon، معنا طبعاً بروفيسور من اسكندرية فاروق طلعت، بنرحب بك يا دكتور. وزي ما حضرتك بيقول احنا ان شاء الله بجد نفسنا ان احنا نتقابل فيس فيس وان شاء الله يبقى قريب. معانا طبعا من الازهر بروفيسور حسين محمد، اهلا بيك يا دكتور. ومعانا دكتور طبعا بروفيسور هاني عارف من عين شمس يونيفرسيتي. Again انا I would like on behalf of the medical team at Novartis I would like to thank you, thanks the scientific panelists, and thanks للنيورولوجيست اللي came with the prepare a difficult cases to be an opportunity to share the best support للعيانين دول. وكمان الاودينس I would like to thank you for the time. وزي ما بقول احنا كلنا هدفنا واحد، ان احنا ازاي نساعد ال patients especially العيان ال MS patients اللي محتاج مساعدة مننا ك pharma industry وك ك medical society وeven ك top expertise. I will leave the floor to Professor Magid Abd al-Nasir. We'll go through the agenda. We welcome Bardo our professors with expected outcomes in the event. Welcome. I encourage you all to ask, interact, and gather this opportunity. The floor is yours, Yadav. شكرا جدا. ألف شكر دكتورة جيهان رمضان على المقدمة. وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين جميعا بمناسبة العام الهجري الجديد. بنشكر نوفارتس جدا على الانيشيتيف اللي هي عاملاها،
والحقيقة النهاردة عندنا حاجة جديدة ان احنا يعني ميشن مهمة جدا بالنسبة للجمعية المصرية للأمراض العصبية وبخاصة الشابتر اوف ام اس بقيادة الأخ العزيز الأستاذ دكتور البهي رضا مع الجمعية المصرية للتصلب المتعدد برئاسة الأستاذ الدكتور مجد فؤاد زكريا، ان احنا بندي شكل مختلف النهاردة لفرصة للشباب النيورولوجي في الأربع وحدات الرئيسية الموجودة عندنا في جمهورية مصر العربية، سواء في القصر العيني، عين شمس، اسكندرية أو الأزهر. الشباب الأطباء هم هيقدموا لنا حالات، والحالات دي هتبقى يعني فيها تشالنج أكتر، يعني حاجات ليها كلينيكال امبليكيشن، ونتمنى انه ان شاء الله يبقى فيه استفادة عميقة. يعني طبعا لازم ارحب ب جاد فادر اوف نيورولوجي، مش عايز اقول في اسكندرية، لا في مصر كلها، استاذنا الكبير استاذ الدكتور فاروق طلعت. منورنا دكتور فاروق، ودايما معانا في النشاطات العلمية. طبعا دكتور فاروق بركتنا، ويعني عايزين دايما بنستنير بآرائه الجميلة ومناقشته القيمة. باخد برضو انتهز الفرصة ان انا بارك لنوفارتس على الأوفاتوموماب اللي خد أبروفل في لسه ذا ريسنت، الوليد الجديد في مجال المالتيبل سكليروزز، انتي سي دي 20 بيستخدم حقنة تحت الجلد، فيعني ده فتح جديد بنبارك لهم، وان شاء الله يا رب يعني يبقى يعني إضافة جديدة للسوق العالمية وبالتالي السوق المصري ان شاء الله. دون إطالة بطلب من أخي العزيز الأستاذ الدكتور مجد فؤاد زكريا رئيس الجمعية المصرية للتصلب المتعدد ان هو يدينا بس نبذة كده عن يعني الـ MS community في مصر والتطور اللي حصل على مدار السنين اللي فاتت. تفضل دكتور مجد. شكرا جزيلا استاذ دكتور مجد عبد النصير. طبعا يعني انا في منتهى السعاده ان انا في وسط اسره الام اس اللي هي مكونه من الدكتور مجد عبد النصير واستاذنا الكبير الدكتور فاروق طلعت والدكتور هاني عارف وكل المجموعه اللي هي ساهمت بشكل ايجابي جدا يعني في نقل منظومه الام اس تماما على مدى الخمس ست سنين. يعني احنا من خمس ست سنين من سبع سنين ما كانش حد يعرف الـ MS في مصر ده أي حاجة عنه، يعني ولا كان عندنا داتا ولا كان عندنا publications ولا عندنا أي حاجة. فمفيش كلام إن حصل تطور جوهري نقل الـ MS في مصر إلى العالمية، وبدون مبالغة، من تطوير منظومة لداتابيز لpublications لكل حاجة في الدنيا. يعني كل حاجة اختلفت 180 درجة في الـ MS في خلال الست سنين اللي فاتت دي، نقلة نوعية بكل المعايير. وطبعا يعني 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 فعلا زي ما قال الأستاذ دكتور مجد عبد النصير ان يعني ابونا الروحي في هذه القصة كلها هو الأستاذ دكتور فاروق طلعت، لان هو دكتور فاروق يعني طبعا يعني انا اصغر شوية، لكن احنا كان زمان ما عندناش الفكر بتاع التطوير، يعني فكر التطوير ده او فكر النشر او فكر الداتابيز ما كانش موجود. فمسألة ان الواحد على كبر كده يبتدي هو يغير السيستم بتاعه ويبتدي يعمل حاجات مختلفة 180 درجة دي ما كانتش حاجة سهلة بالمرة. يعني انما يعني الدكتور فاروق معانا تطور التطور اللي حصل ده في الفترة اللي فاتت، بحيث ان هو بقينا كلنا في منظومة واحدة فاهمين ازاي نتقدم بالMS في مصر الى العالمية، من اول الريجستريز لغاية الداتابيز لغاية البابليكيشنز لغاية حاجات كتيرة جدا. فيعني أنا طبعا يعني ليه الشرف أن أنا موجود مع زملائي في الكفاح وعلى رأسهم الأستاذ دكتور فاروق طلعت والدكتور هاني والدكتور ماجد، اللي احنا كلنا الحمد لله ساهمنا في أن منظومة الأمس في مصر دي تتطور تطور كبير جدا. بشكر طبعا جدا شركة نوفارتس، لأن شركة نوفارتس ما فيش كلام ان هي الشركة الليدنج في مساعدتنا في تطوير المنظومة.
وده مش كلام مبالغة، يعني الكلام اللي سمعناه من الزميلة العزيزة جدا 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 الدكتورة جيهان، ان فعلا احنا متداخلين جدا مع شركة نوفارتس وهم ورانا في معظم الحاجات اللي حصلت. واعتقد انه على المستوى الشخصي حتى يعني هم يمكن اقرب الناس لينا في التعامل في حاجات كتير، من اول الام اس سكول اللي احنا يعني بنتكلم عليها، ان احنا بنحاول نطور التعليم على مستوى الصغيرين في الوحدات بتاعت الام اس، لانه يبقى في حاجات مؤتمرات كبيره نوفارتس باكينج فيها زي مثلا الماجنمز. كناش نتخيل يعني ان احنا مؤتمر زي الماجنمز ده ونجيب كل عتاوله الام اس نجيبهم مصر وتبقى نوفارتس شايله الميتنج كله لوحدها كده. الوحدات نفسها الجديده اللي بتتفتح، المينكترمز، يعني في حاجات كتيره جدا نوفارتس فعلا مش احنا مش بنتعامل معاهم على ان هم يعني فارماسيوتيكال كومباني وخلاص، لا، يعني اعتقد ان هو معظمنا يعني في نوع من الالفه الشديده جدا، ونوفارتس دي يعني هي اللي بتخرج كل الناس للشركات التانية. يعني انا منين ما اشوف اي حد كويس الحقيقه يعني في شركه تانية اقول له انت اكس نوفارتس، يقول لي هي مدرسه الناس اللي بتطلع من الفارماسيوتيكال كومبانيز هي نوفارتس. وطبعا الدكتور جيهان يعني فعلا يعني ما فيش كلام ان هي ليدنج التطور والتعليم وال يعني التناسق الجميل اللي ما بيننا كلنا، وبمناسبة التناسق والشغل المشترك طبعا أنا برضو يعني بحيي زميلي العزيز الأستاذ دكتور ماجد عبد النصير اللي هو رئيس الجمعية المصرية، يعني طبعا الرئيس آسف يعني زي احنا اثنين واحد، يعني هو رئيس الجمعية المصرية أنا رئيس يعني ماشي يعني، إنما هو طبعا يعني رئيس البان عرب ورئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب. يعني الجو اللي احنا بنشتغل فيه هو جو جماعي، كلنا بنشتغل عشان عايزين نعمل حاجة للصالح العام، نتطور المنظومة، وده اللي خلانا كلنا متفقين وقريبين، الدكتور ماجد والدكتور فاروق والدكتور هاني وأنا والدكتور بهي وكل الناس المشتركة في المنظومة، كلنا بنشترك في ان احنا نحاول نطور ونعمل حاجة للصالح العام. واعتقد ان الجميع يعرف ان دي حاجات احنا بنعملها الحمد لله، ما حدش فينا له مصلحه شخصيه في الاحداث، يعني بالعكس يمكن الاحداث دي بتجيب ساعات يعني مشاكل لينا اكتر ما بتجيب، يعني لانه يعني بيبقى في بعض الحاجات اللي بتحصل، لكن الحمد لله احنا تخطينا كل الحاجات اللي بتحصل، والتعاون ده مثمر ومثمر في حاجات كتيرة حتى على مستويات بره الـ educational programs، مثمر على مستويات اللجان، مثمر على مستويات وزارة الصحة تأمين صحي. يعني الحمد لله يعني احنا يعني انا بصراحة بمنتهى الأمانة كده بقول لكم انا فخور ان الناس دي حوالي اللي انا بتكلم عليهم دول كلهم، دكتور فاروق والدكتور هاني والدكتور ماجد والدكتور بهي وكل الناس اللي مشتركة معنا في المنظومة، أنا فخور بيهم كلهم لأن أنا واحد منهم ومن ضمنهم، ونتمنى أن التعاون ده يفضل موجود، ونتمنى أن يفضل موجود طبعا مع شركة نوفارتس اللي هي يعني فعلا يعني مش مجرد سبورت، لا هي شريك معنا في التطور اللي حصل ده كله، التأمين الصحي على وزارة الصحة على المنظومة التعليمية على المؤتمرات الكبيرة. فيعني الحمد لله الجو العام يعني جميل، ونتمنى أنه يظل بهذا القدر من الارتباط والتعاون والوضوح. وأنا يعني معلش طولت عليكم، بس هما يعني كان لازم كلمتين الواحد يقولهم لأن هي دي الحقيقة، وهترك الكلمة لأخويا وزميلي وصديقي العزيز الأستاذ دكتور هاني عارف عشان يقدم المتحدثين. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكم جميعا، ويعني مش هطول، ويعني أنا بس عاوز الحقيقة فعلا أشكر
شركة نوفارتس على تنظيمها وتعاونها الدائم معانا من البداية. يعني زي ما الدكتور مجد والدكتور ماجد اتكلموا فكرة التيم وورك، الحقيقة اعتقد هو ده اللي نقل المنظومة نقلة نوعية، واحنا كلنا بنشتغل فعلا بروح الفريق على مستوى مصر كلها. والحاجة الكويسة ان نوفارتس كانت معانا from day one، يمكن يعني بدايات الشابتر انا كنت deeply involved فيها، فاذكر ان شركة نوفارتس كانت يعني الحقيقة من اول او هي الشركة اللي ابتدت معانا كل التفاصيل الخاصة من بداية العمل شيت موحد، من بداية ان الMS Network، من بداية ان في database ساعدتنا فيه، وزي ما دكتور مجد بعد كده بقى ابتدت تكمل في نشر المنظومة على مستوى مصر كلها، وده مش غريب طبعا عليهم. واستمرارا لنفس الشغل موضوع الإديوكيشن هم طبعا مهتمين بيه جدا، عشان كده دايما بياخدوا او يعني بيطلعوا أفكار جديدة، وإحنا طبعاً بنتعاون معهم في إن إحنا بنحاول نصيغ الأفكار دي مع بعض بحيث إنها تطلع في أفضل شكل للجميع يستفيد منه. والنهاردة برضك واحد من الأشكال دي إنه إحنا هنقدم حالات من الوحدات المختلفة زي ما الدكتور ماجد قال. هنبتدي بأول حالة الدكتور عمرو فؤاد، مدرس الأعصاب في كلية طب جامعة القاهرة. الحالة هتبقى عن what we learned from the history of multiple sclerosis measurement expanded disability status scale. تفضل دكتور عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي ان شاء الله الكيز الاولانية، وانا اخترت لها عنوان EDSS should or should not guide our practice. واي هوب ان احنا في اخر المحاضرة نقدر نجاوب عن هذا السؤال، او بمعنى اخر نقدر نعرف امتى الاي دي اس اس اقدر اعتمد عليه، او المفروض انا اعتمد عليه في ايه بالظبط، وامتى انا المفروض ما اعتمدش عليه. فاي هوب ان شاء الله ان احنا في اخر المحاضره او في اخر هذه الكيس نقدر من خلالها نوضح النقطه دي باذن الله. الكيس اللي معانا النهارده لفيميل بيشنت 37 سنه دايجنوست تو هاف مالتيبل سكلروزس من 10 سنين. البيشنت في خلال هذه الفتره جالها ماني فريكوينت ريلابسز، كانت ماشيه على الانترفيرون، ساعات تاخده ساعات ما تاخدوش، النهاردة متوفر تاخده، بكرة مش متوفر ما تاخدوش، شوية كومبلاينت شوية مش كومبلاينت، لحد ما وصل الـ EDSS بتاعها لحوالي 4. من سنتين بالظبط العيلة دي جالها هجمة عنيفة جدا في صورة أكيوت بارابليجيا، أكيوت ترانسفيرس مايلايتس، كانت حجزة المستشفى، خدت 7 جرام سوليومدرول، ما استجابتش قوي عليهم، فعملت بعدها 6 سيشنز اوف بلازما اكستشينج، ولكن برضو كان التحسن very minimal. العيانة بقت ambulant with unilateral support، يعني الـ EDSS بتاعها بقى 6. وهنا أنا بتكلم على total EDSS، وحتى أنا كاتب كلمة total دي بلون مختلف، عملها باللون الأحمر اللي تركها في المحاضرة في حتة total دي. والعيانة بقت escalated ومشت على الجيلينيا. هنا بس في نقطة نحب نوضحها، النقطة إن العيانة في هذه المرحلة هي العيانة لسه ما دخلتش في البروجريسيف ستيت، العيانة الـ RRMS، وكونها وصلت EDSS 6 فده بعد الريزيديوال بعد ريلابس. العيانة إلى حتى هذه اللحظة ما كانش دخلت مرحلة البروجريشن، مش بروجريشن، ده 6 بعد ريلابس، قد تتحسن بعد كده، قد تسوء بعد كده، الله أعلم. يعني التحسن ممكن يبقى ريبورتد بعد الهجمة بشهر وثلاث اشهر، في حالات ريبورتد انها اتحسنت بعد الهجمه بستة شهور، وده فيري كومن كويتشن العيانين بيسالوا لنا. عيان مثلا جاله هجمه وخد سوليمدرول او خد بلازما اكستشينج، يسالنا بعدها باسبوع كده يحصل عليه مايل امبروفمنت او ما يحصلش امبروفمنت، يقول كده خلاص الموضوع انتهى، نقول له لا، فالعيانه في هذه المرحله ما كانتش لسه اتشخصت او ما كانتش لسه دخلت في البروجريسيف ستيت، ده عيانه عندها ريزيديوال بعد ريلابس، قد يتحسن قد يسوء لسه الله اعلم، مش عارفين. العيانة راحت خلاص ورجعت لنا بعد سنتين، قعدت ماشية على الجيلينيا سنتين كاملين ورجعت لنا بعد سنتين فور ريجولار فولو اب في العيادة. طيب بنسألها أخبارك إيه، جالك أي هجمة أي حاجة؟ قالت لك لا مفيش أي هجمات ولا أي حاجة، ولكن لاحظنا إن العيانة كانت أمبيلانت ووز بايلاترال صبور، يعني التوتال برضه أنا بعيد وبأكد على حتة التوتال دي، التوتال إي دي إس إس بتاعها زاد من 6 الى 6.5 في خلال سنتين، زادت نص في خلال سنتين. ودلوقتي العيانه جايه بتسالنا اعمل ايه او امشي على ايه او ايه الفيرزر بلان بتاعتي. طلبنا ان العيانه تعمل لنا نيو ايمجينج على البرين
مع السيرفايكال سباين مع الدورزال سباين والكونتراست، ولقينا ان مفيش اي نيو تي 2 ليجن ومفيش اي جاد انهانسد ليجن خالص عند العينه سواء في البرين او في السيرفايكال سباين او الدورزال سباين. يا ترى ايه هي الموست ابروبريت فيوتشر بلان لهذه العينه؟ انا عندي احتمال من ثلاث احتمالات ما لهمش رابع، لا اما اسيب العينه على نفس الدواء، لا اما اوقف الدواء، لا اما اغير الدواء، اظن ما فيش احتمال رابع. اما ان احنا ستوب ذا دي ام تي از ذا بيشنت انتر ذا بروجريسيف ستيت، او والله العينه دي خلاص بقت بروجريشن، بقت بروجريسيف، بقت اس دي ام اس، خلاص نوقف لها العلاج على كده وما بيجيلهاش هجمات وما عندهاش نيو تي تيو ليجن فنوقف الدنيا على كده، ولا اخلي العينه دي ماشيه ستيل ماشيه على نفس الدواء، اخليها ماشيه على الجينيه زي ما هي، واقول ان احتمال يجي لها اتاكس في المستقبل، فانا اسيب الدواء تحسبا ان ممكن يجي لها هجمه في المستقبل، ولا الاحتمال الاخير ان انا اسكاليت على مور باورفول دراج، اقول والله العينه دي لا دي سائت، لا انا هديها دواء اقوى او دواء اعلى من الجيلينيا. يا ترى نعمل انهي واحده فيهم؟ نختار انهي فيوتشر بلان لهذه العينه؟ قبل ما نجاوب على هذا السؤال هنحب ان احنا نوضح بعض الامور. السلايد دوت انا جايبه او كاتبه او نقله بالظبط من اخر كونتينيوم نزل في الام اس، بيقول لحضرتك ايه فيه؟ بيقول ان البروجريسيف اند ريلابسنج مالتيبل سكليروزس شود بي كونسيدرد تو اوكير اون ا سبيكترم راذر ذان ا ديفرنت ديزيز. يعني ايه الكلام ده؟ عايز اقول لحضرتك ان ما اقدرش انا اصنف ان المريض ده ار ار ام اس والمريض ده اس دي ام اس، لا. ليه؟ لان في حالات كتيره جدا بيبقى المريض يحمل خصائص من الاثنين دول. والله في مرحله ما من عمر الزمن المريض ده بيبقى في الجري زون، يعني ايه؟ عيان لسه بيجي له ريلابسس ولكن في نفس الوقت دخل في البروجريسيف ستيت، فيبقى في اوفرلاب ما بين الريلابسس وبين البروجريشن، يبقى العيان عنده الاثنين، عنده ريلابسس وعنده بروجريشن. ما تقدرش تقول بقى ان ده ار ار ام اس، هتقول لك ما هو عنده بروجريشن، ما تقدرش تقول انه اس بي ام اس، ما هو لسه بيجي له ريلابسس، فالعيان يبقى في، عشان كده بيقول لحضرتك هم يعتبر مرض واحد له سبيكترا، من اول الريلابسس مرورا العيان بيجي له ريلابسس وعنده بروجريشن نهايه بالبروجريشن وخلاص. اونلي بروجريشن. الكلام ده هما جابوه منين؟ جابوه من لوبلين ايتال 2013. لوبلين قال ايه؟ قال حضرتك انا عندي حاجتين، عندي حاجه اسمها اكتيفيتي وعندي حاجه اسمها بروجريشن. وفقهم مع بعض هيطلع لك اربع احتمالات، عيان عنده اكتيفيتي بس، عيان عنده بروجريشن بس، عيان عنده الاثنين، عيان ما عندوش الاثنين. اما اكتيفيتي اونلي، بروجريشن اونلي، اكتيفيتي زائد بروجريشن، لا عنده، او عيان الرابع لا عنده اكتيفيتي ولا عنده بروجريشن، ده اللي احنا بنسميه ستيبل، عين ستيبل، لا عنده اكتيفيتي ولا عنده بروجريشن. عيان مثلا وصل اي دي اس اس مثلا 3 وخلاص وعايش على كده طول عمره 3، جبته بعد سنتين 3، بعد 4 سنين 3، لا بيجي له لابس ولا الاي دي اس اس بيحصل فيه بروجريشن. انا عشان اصنف عينتي انا مش هقول بقى والله العينه دي بقى بقت اس بي ام اس ولا دي ار ار ام اس ولا دي نظامها ايه، لا. انا عشان اصنف عينتي انهي واحده في الاربعه هسال نفسي سؤالين. السؤال الاول does the patient have activity، سواء كانت هذه الاكتيفيتي على المستوى الاكلينيكي يعني العيانه بيجي لها ريلابسس، او على مستوى الراديولوجي العيانه دي بيجي لها نيو تي 2 ليجن او جاد انهانسنج ليجن، ده السؤال الاول. السؤال الثاني does this patient have ابروجريشن ولا لا؟ لو جاوبت السؤالين دول هقدر اعرف عينتي انهي احتمال من الاربعه اللي احنا لسه قايلينهم. انا هبتدي بالسؤال الثاني الاول، does the patient have progression؟ طيب العيانه دي من سنتين كان التوتال اي دي اس اس بتاعها 6، ودلوقتي التوتال اي دي اس اس بتاعها 6.5، والعيانه بتقول ان هي ما جالهاش اي ريلابس نهائيا، وعملنا ام ار اي برينو سيرفايكال ما فيهمش ليجن. يبقى العيانه دي حصل لها بروجريشن ان ريليتد تو ريلابسس ولا ما حصلهاش بروجريشن ان ريليتد تو ريلابسس؟ لا، العيانه دي حصل لها بروجريشن بمقدار نص ان ريليتد تو ريلابسس. طب هل النص ده يعتبر بروجريشن ولا ما يعتبرش بروجريشن؟ قبل ما نقول ان النص اللي زادته العيانه ده يعتبر بروجريشن ولا ما يعتبرش بروجريشن، عايزين نعرف في تيرم بيستخدموه اسمه sustained disability worsening او sustained worsening disability. يعني ايه الكلام ده؟ قالوا هم حطوا الترم ده عشان خاطر يفرقوا ما بين البروجريشن اللي بيحصل في الاي دي اس اس في عيان برايمري بروجريسيف ام اس او سكند بروجريسيف ام اس ان ريليتد تو ريلابسس، وما بين الزياده اللي بتحصل في الاي دي اس اس نتيجه ان ريزولفد اتاك في عيان ار ار ام اس. يعني ايه الكلام ده؟ انا ممكن يبقى عندي عيان سكند بروجريسيف ام اس او برايمري بروجريسيف ام اس كان 7 بقى 7.5، هما ده اما يزيد بالزياده دي بيقولوا عليها بروجريشن، يقولوا حصل بروجريشن في الاي دي اس اس. لكن افرض انت عندك عيان ار ار ام اس
البيز لاين اي بي اس اس بتاعه 2 جات له هجمه ما خفش خفش منها فالاي بي اس اس نط بقى 4 زياده الاي بي اس اس من 2 ل 4 ما بيقدروش ما بيقدروش يقولوا عليها ان حصل له بروجريشن يقولوا عليها ايه ده حصل له وورسنينج ديسابيليتي ليه من كلمه بروجريشن تحمل في طياتها ان العيان دخل في البروجريس ستيت وكان الترم اللي هو سستيند ديسابيليتي وورسنينج يشمل حاجتين يشمل البروجريشن اللي بيحصل في العيان البروجريس ام اس سواء كان سكند بروجريس ام اس او برايمري بروجريس ام اس ان ريليتد تو ريلابسس وبيشمل الورسنينج اللي بيحصل في الاي دي اس اس بعد ان ريزولفد اتاك في عيان ار ار ام اس وطبعا المسمى هنسميه بروجريشن هنسميه سستيند ديسابيليتي وورسنينج انا عايز اعرف النص اللي زادته العياده بتاعتي ده يعتبر بروجريشن او سستيند ديسابيليتي وورسنينج ولا لا يعتبر قال له حضرتك في 2013 هيلي ده حط قاعده قال له حضرتك ايه لو انت البيز لاين اي دي اس اس بتاعك زيرو عشان تعتبر ان حصل سستيند ديسابيليتي وورسنينج لازم يزيد بمقدار 1.5 طب لو انت البيز لاين اي دي اس اس بتاعك اكبر من زيرو بس اقل من 6 يبقى لازم عيانك يزيد بمقدار 1 عشان تعتبره سستيند ديسابيليتي وورسنينج طب لو انت البيز لاين بتاعك البيز لاين اي دي اس اس بتاعك 6 فيما فوق يبقى كفايه بس العيان يزيد نص عشان تعتبر انه حصل له بروجريشن او حصل له سستين ديسابيليتي ورثي طب احنا عيانتنا النهارده كانت 6 بقت 6.5 اذا البيز لاين اي دي اس اس بتاعها 6 فيما فوق يبقى كفايه قوي ان هي تزيد نص عشان اقدر اقول ان العيانه دي حصل لها بروجريشن فالسؤال الثاني اللي احنا بنجاوبه ان احنا قلنا هنجاوبه قبل السؤال الاولاني داز ذا بيشنت هاف بروجريشن الاجابه او سستين ديسابيليتي ورثي اللي هو الترم الاعم او الاشمل يس ذا بيشنت had progression نيجي بقى نجاوب السؤال الاولاني ان احنا قلنا هنجاوبه بعد السؤال الثاني does the patient have activity طيب انا عندي الاكتيفيتي نوعين اما كلينيكال او راديولوجيكال العيانه كلينيكالي ما جالهاش اي ريلابس الست قالت لها ما حصلهاش حاجه طب راديولوجيكال عملنا لها ام اي برين وسيرفايكال ودورزال ما فهمش اي اي نيو تيتو ليجن او جاد انهانسنج ليجن. الاي دي اس اس زاد من 6 ل 6.5 واحنا قلنا ان احنا عطبناه بروجريشن. بس هي كانت 6 لانها يونيلاترال سبورت بقت 6.5 انها بقت بايلاترال سبورت. ماشي ده التوتال اي دي اس اس طب ايه وات اباوت الاي دي اس اس سب سكورز؟ ليه هنا مهم جدا ان انا اشوف الاي دي اس اس سب سكورز ان دي اللي هتشقلب الحاله كلها راسا على عقب زي ما هنشوف دلوقتي. دي حاجه خاصيه الاي دي اس اس مهمه جدا بيسموها الباي مودال ديستريبيوشن اوف اي دي اس اس يعني ايه باي مودال يعني ايه كلمه مود مود مشتقه من كلمه الموضه او الموضه هي اللي مشتقه من كلمه المود يعني ايه اما اجي اقول لحضرتك مثلا الموضه السنه دي الناس تلبس التيشيرت لونه فلاني تبص تلاقي الناس كلها لابسه يقول لك ده ايه يقول لك ده موضه جميل طب انا عايز اشوف ايه الموضه في الاي دي اس اس او ايه المود يعني ايه الكلام ده لو جبت 100 عيان ام اس وعملت لهم اي دي اس اس يا ترى هيطلع اكتر رقم اي دي اس اس متكرر في ال 100 عيان ده هو رقم ايه؟ يعني احنا عندنا ارقام الاي دي اس اس ممكن العيان يبقى عنده نص ممكن يبقى واحد ممكن يبقى 1.5 ممكن يبقى 2 لحد 10 يا ترى لو جبت 100 عيان ام اس وعملت لهم اي دي اس اس سكور يا ترى انهي اكتر سكورز هي المنتشره ما بين هؤلاء المرضى؟ لو ان هم رقمين رقم 2 ورقم 6 عشان كده سموه باي مودال ديستريبيوشن ليه العيانين بتتجمع في رقم 2 ده طول شرحها ومش موضوع طب ليه العيانين بتتجمع في رقم 6 او ليه رقم 6 يعتبر محطه العيان بيطول فيها او بيقعد فيها او ليه 6 ده او اي دي اس اس 6 ده نقطه التجمع العيان بيقعد فيه مده طويله الجواب بسيط جدا لما جم صمموا الاي دي اس اس قسموه ثلاث مراحل المرحله الاولانيه اللي هي من بين 0 لحد 4.5 ده بيتاثر فقط بالفانكشن سكورز ملوش دعوه باي حاجه ثانيه يعني ايه انا عندي 7 فانكشن سكورز فيجوال بين ستين بيراميدال سيريبيلا سنسور بلادر سيريبيلا اي تغيير فيهم هياثر لي على الاي دي اس اس ده ما بين 0 ل 4.5 وفي ثاني مرحله ثانيه اللي هي ما بين 4.5 و5 دي مرحله انتقاليه يعني ايه مرحله انتقاليه؟ ال 4.5 وال 5 دول بيتاثروا بالسب سكورز وبيتاثروا بالامبيوليشن عشان كده في ال 4.5 وال 5 زي ما هنعرف بنعملهم بنحسب الامبيوليشن وبنحسب الفانكشن سكورز وبناخد الرقم الاعلى من اول بقى 5.5 وانت طالع الاي بي اس اس بيتاثر بالابيوريشن وبعد كده بيتاثر بالاكتيف موبيليتي يعني ايه؟ لو انا عندي عيان اي بي اس اس بتاعه 6 العيان ده هيفضل 6 الى ان تجي له هجمه تاثر على الامبيوريشن فقط او يحصل له بروجريشن على مستوى البيراميدال ما
فيتأثر الابيليشن بتاعه. والله لو جاله ايه؟ لو جاله اوبتيك نيورايتس، جاله انتر نيوكليوس سنوبليجيا، جاله سيربيلال اتاكس في الابر لمب، والله ما هتأثر على الاي دي اس اس وهيبقى الني 6 زي ما هو ولن يتزحزح من مكان. مفيش اي اتاك هتأثر او هتزحزح الاي دي اس اس من مكانه طالما العيان وصل 6 الا الاتاك اللي هتأثر على الامبيوليشن. ومفيش بروجريشن هيحصل على اي ليفل هيأثر على الاي دي اس اس الا البروجريشن اللي هيحصل على مستوى البيراميدال فانكشن. ومن هنا كان مهم جدا جدا ان حتى لو العيان خلاص وصل مرحله متاخره وانت هتحسب له الاي دي اس اس بتاعه وجاست اول الابيوليشن، مهم جدا ان انت تحسب له سب سكورز عشان تديتكت ممكن يكون جاله اي بروجريشن في اي سب سكورز ده مش هيظهر لك في التوتال اي دي اس اس. ده سلايد بيوضح الكلام اللي احنا قلناه. انا اول ما اجي للعيان كابروتش الاي دي اس اس بشوف الامبيوليشن والله اكتر من 500 متر ببدا اعمل سبع فانكشن سكورز يطلع لي سبع ارقام. السبع ارقام دول بدخلهم في معادله يطلع لي رقم من 0 ل 5 تمام. طيب غالبا بيبقى ده رقم الاي دي اس اس خلاص. طب لو الامبيوليشن اقل من 500 متر ببدا اشوف هي كام. لو اكتر من 300 العام بيبقى 4.5 اكتر من 200 العام بيبقى 5. في الحاله دي لازم ارجع اعمل عشان تلاقي حتى السهم رايح الناحيه الثانيه اهو لازم ارجع اعمل السبع فانكشن سكورز هيطلعوا لي برده زي ما قلنا رقم 0 ل 5 اشوف الرقم الاعلى هاخده هيبقى ده رقم التوتال اي دي اس اس. طب افرض الامبيوليشن اقل من 200 متر خلاص الاي دي اس اس اونلي ديترمايند باي امبيوليشن زي ما قلنا كده بيبقى 5.5 ل 9.5. بس في الحاله دي زي ما قلنا لازم ولا بد وحتما ان انا ارجع اعمل سبع فانكشن سكورز. صحيح مش هيأثروا لي على التوتال اي دي اس اس بس هيدوني هنت عن باقي السيستمز اللي ممكن تكون اتأثرت كانت جايه فيها هجمه سب كلينيكال او حصل فيها بروجريشن وده مش هيسمع التوتال اي دي اس اس زي ما قلنا لو خلاص طالما العين بيمشي اقل من 200 متر هياخد 5.5 وكل واي حاجه مش هتأثر على الامبيوليشن او على البيراميدال مش هتسمع في التوتال اي دي اس اس. ده سلايد تاني بيوضح الكلام اللي احنا قلناه. احنا قلنا ايه؟ لو العيان لو فول امبيلاتور ده اكتر من 500. طب لو عيان اقل من 500 بس بيمشي اكتر من 300 ده بياخد 4.5. معنى الكلام ده ايه؟ ان الاي دي اس اس 4 ده اخر اي دي اس اس العيان بيبقى فيه فول امبيلاتور. ده اللي في النص اهو. ده اللي في النص. ده اللي احنا بنسميه بدايه المنحدر. العيان لو ركب المنحدر ده خلاص. فده بدايه المنحدر عشان كده في تعريف للاس بي ام اس بيقول لحضرتك ايه؟ يقول لك الاي دي اس اس ده السكند بروجريسيف ام اس لازم على الاقل يبقى الاي دي اس اس بتاعه 4 والبيراميدال فانكشن بتاعته 2. ليه؟ لان 4 ده اخر عيان هيبقى فولي امبيلاتوري، 4.5 هيبقى مش فولي امبيلاتوري، 4 ده اخر عيان بيمشي 500 متر، 4.5 ده بيمشي اقل من 500 متر واكثر من 300 متر. فده بدايه الايه؟ المنحدر زي ما بنقول. واي دي اس اس 4 دوت اللي الليست اي دي اس اس انت ممكن تقول عليه ان العيان ده اس بي ام اس. الهدف من الثلاث سلايدات اللي فاتوا دول ايه؟ ان انا اقول لحضرتك don't forget to do EDSS sub scores even if the total EDSS is determined by ambulation. وده هو التركه بتاعت المحاضره زي ما هنشوف دلوقتي. طيب جينا عملنا الـ EDSS sub scores وقارناها بما كانت عليه من سنتين فاتوا، لقينا ايه؟ لقينا ان الـ EDSS almost the same ما عدا two sub scores. الفيجوال والبيراميدال. البيراميدال كان 3 بقى 4 وده يمكن يفسر لي ليه العيانه كانت امبيلات وزيلاترال سبورت بقت امبيلات وزيلاترال سبورت والاي دي اس اس بتاعها اتزحزح من 6 ل 6.5 واحنا اتفقنا خلاص ده هو الاي دي اس اس فوق 5.5 مش هيتاثر غير بتاثر الامبيوليشن. لكن لاحظنا ان الفيجوال كان 1 بقى 2. الفيجوال كان 1 بقى 2 مع الرغم ان العيانه مش does not report any change او any affection of her vision. اما جينا مسكنا الفيجوال سب سكورز فصصناه لان ان هو من سنتين كان الرايت اي 6 على 6 النهارده الرايت اي برده 6 على 6 مش مشكله لكن الليفت اي كانت 6 على 7.5 الليفت اي من سنتين الليفت اي النهارده 6 على 12 حصل فيها بروجريشن بمقدار الفيجوال سب سكور بمقدار 1 كانت 1 وبقت 2. طب خلاص انا عرفت ان العيانه حصل لها ديتيريوريشن في الفيجوال سب سكور وان هذا الديتيريوريشن مش مسمع في التوتال اي دي اس اس زي ما قلنا. طب هذا الديتيريوريشن ده يعتبر بروجريشن ولا يعتبر اكتيفيتي؟ يعني هل ده اكزونال ديجنريشن كبارت اوف ذا بروجريسيف ستيت اللي العيانه دخلت فيها ولا ممكن يكون العيانه دي جالها سب كلينيكال اتاك
ويكون لسه بيجي لها اتاكس وجالها تركيبيه كده اتاك ليه ما خدتش بالها منها نتج عنها هذا الضرب فيجن ان هو كان مايل 6 على 6 6 من 6 على 7 ونص 6 على 6 العلامه ما لاحظتوش. عشان نعرف يعني اني فيهم لازم اعمل فحوصات، وده مثال صارخ وواضح ازاي الاي دي اس اس بيوجهني في الكلينيكال براكتس ان انا اعمل فحوصات زي ما هنشوف دلوقتي. قالوا خلاص انا عايز اعرف هعمل فحوصات، اول حاجه هعملها قالوا ما تعمل العينه دي في اي بي فيجوال ايفوكتيف ريتنشن. مش شايفينها اي حاجه ليه؟ الصيف العينه دي كان جالها اتاك اوبتيك براكتس من 5 سنين نتج عنه ان البي 100 حصلها برولونجيشن. هل تعلم ان البي 100 فويف دي البرولونجيشن بتاعها ده مش هيرجع للبيز لاين ابدا الا في نسبه ضئيله جدا من العيانين حوالي وحوالي 80 90% يستل نورمال بعد وحوالي 35% بس اللي بيرجعوا للنورمال بعد سنتين. معنى كده ايه؟ ان انا عملت لها العيانه دي بي بي وطلعت برولونج انا مش عارف ولا كان جالها اوبتيك براكتس من 5 سنين لسه الليتنسي انشعلها ما نزلتش، لان في الاغلب زي ما قلنا الليتنسي ما بتنزلش. يعني العيان وانس بي بي برولونجد از اولموست برولونجد وبيرجع نورمال بنسبه ضئيله جدا 35% بعد سنتين. وفي الاوبتيك براكتس تريتمنت تراي قالوا 20% بعد سنتين. فنسبه ضئيله. فاذا كده البي بي مش هيفيدني. حد هنا ممكن يسال يقول امال البي بي ده فايدته ايه؟ اقول لحضرتك فايدته في بدايه تشخيص الام اس، يعني ايه؟ عيان جالي انا محتار هو ام اس ولا مش ام اس وعايز احقق الكرايتيريا بتاعت الديستنيشن اند تايم ديستنيشن ان بليس. اقول لك والله اعمله في بي، لو لقيت البي 100 ويف ليتنس بتاعته برولونجد يقول والله ده ممكن يكون هنا في اوبتيك براكتس عدت من هنا وده يعتبر ديستنيشن ان بليس. لو كان عنده مثلا اتاك ترانزفيرس مثلا مايلايتس يقول لك لا والله خلي بالك ده في اتاك سب كلينيكال اوبتيك براكتس عدت من هنا فيفيدني بكده. لكن هو مش هيفيدني خلاص عيان تشخص ام اس وماشي مش هيفيدني في الكورس اوف ديزيز ان انا اشخص بيه اوبتيك نيورايتس. طب عملنا من عنا دي ايه؟ عملنا لها ام ار اي اوربت. لقينا ايه بقى؟ لقينا ان عندها ال ديفايند هاي تي 2 فلير سيجنال في البروكسيمال بورشن بتاع ليفت اوبتيك نيرف وهذا الليجن كانت واخده مايلد او فينت انهانس. دي صوره التي 2 زي ما احنا ملاحظين كده في الليفت اوبتيك نيرف في البروكسيمال بورشن في البروكسيمال بورشن هو خلاص داخل على الاي جروب على طول في حته من الاوبتيك نيرف واخده هاي تي 2 سيجنال انتنستي. ده تي 1 وذاوت كونتراست. يمكن انا عندي هنا في ليجن واضحه سنه يعني باينه سنه صغيره قوي يمكن مش عارف هي واضحه عندكم ولا لا. ده تي 1 وذاوت كونتراست. ده تي 1 وذ كونتراست لا واخده فينت كونتراست انهانسمنت. في فينت كونتراست انهانسمنت بالليفت اوبتيك نيرف. طب هيجي حد هنا يسالني ويقول لي هل ينفع العيانه يبقى عندها ليجن في الاوبتيك نيرف واخده كونتراست والعيانه ما تحسش باي ويجي لها دروب اوف فيجن من 6 على 7 ونص ل 6 على 12 وما تحسش باي اعراض وما تشتكيش؟ اقول لحضرتك اه ده القاعده. لو انت جبت حضرتك 100 عيان ام اس ما بيشتكوش من اي فيجوال كومبلينت وعملت له ام ار اي اوربت هتلاقي ان 60% منهم عنده ليجن اسيمتوماتيك. عنده ليجن اسيمتوماتيك فده القاعده ده هو ده العكس ده الكوما. فانا كده جاوبت على السؤالين. جاوبت على السؤال الثاني اللي هو does the patient have progression؟ قلنا ايوه هي بروجريسد من 6 ل 6 ونص وده يعتبر بروجريشن. جينا للسؤال الثاني does the patient have activity؟ الاجابه اه the patient has activity لان احنا قلنا الاكتيفيتي حاجه من حاجتين يا اما كلينيكال يا اما راديولوجيكال والعيانه عندها نيو تي 2 ليجن كانت موجوده في الام ار اي اوربت. هيجي حد يسالني هنا يقول لي طب ايش اعرفك ان دي نيو؟ ما جايز العيانه دي كان عندها التي 2 ليجن في الـ في الـ في الاوبتيك نيرف دي من زمان وانت ما عندكش بيز لاين ام ار اي ام ار اي اوربت بتقارن بيه. اقول لحضرتك انا هعتبرها نيو لسببين. السبب الاولاني انها واخده فينت كونتراست انهانس رقم واحد ومعروف ان الكونتراست بيختفي بعد حوالي شهر بلس اور ماينس طبعا لكن هو مين بيختفي بعد شهر. الحاجه الثانيه ان العيانه عندها ريسنت دروب اوف فيجن من 6 على 7 ونص ل 6 على 12 موحس عمل الفيجوال سبسكور ما كانش موجود قبل كده. العيانه نظرها من ساعتين كانت 6 على 7 ونص النهارده 6 على 12 فواضح ان الاتاك دي جات لها لا حديث لان ما كانش عندها الدروب اوف فيجن ده قبل كده حتى لو هي ما اشتكتش ولها اهميه فحص الفيجوال سبسكور زي ما قلنا. نرجع لسؤالنا هل نوقف الدواء ولا نخليها ماشيه على نفس الدواء ولا نغير لدواء اقوى؟ طيب انا قلت العيانه دي عندها اكتيفيتي وعندها بروجريشن يبقى اكيد طالما في اكتيفيتي انا مش هوقف الدواء خلاص.
طالما في اكتيفيتي يبقى انا لازم ادي دواء سبريس ذس اكتيفيتي، اي ام جوينج تو سبريس ذس اكتيفيتي. يبقى انا قصه ان انا اوقف الدواء دي غير موجوده، مرفوض. يبقى لي احتمالين، اسيب بقى ماشي على نفس الدواء ولا اسكريت الدواء اللي بعديه عشان اقدر اجاوب. بقى انا كده حذفت اختيار ان هو نوقف، ان احنا نوقف، لا مش لا مش وارد. اخليها بقى ماشي على الجيرينيا ولا ابجريد لدواء اعلى عشان اجاوب على السؤال ده، لازم اعمل لها الريو اند موديفايد ريو سكور اللي بيحدد الريسبونس على التريتمنت. طيب عشان نشوف الريسبونس بتاع الادويه، قلنا في ريو وفي موديفايد ريو. واضح من الكلام ان الموديفايد ريو اتعمل بعد الريو، او يعتبر في موديفيكيشن اتعملت على الريو فاصبح اسمه موديفايد ريو. طب يا ترى ايه الموديفيكيشن اللي اتعملت على الريو وبقى اسمه موديفايد ريو؟ الريو سكور متكون من ثلاث حاجات، ام ار اي، ريلابس، وي دي اس اس. عارف ايه الموديفيكيشن اللي اتعملت على الريو بقى موديفايد ريو؟ حذفوا الاي دي اس اس، شالوا الاي دي اس اس من الحسبه. طب يا ترى ليه شالوا الاي دي اس اس من الحسبه؟ قال لحضرتك لسببين، لان الاي دي اس اس ده ممكن يكون دواء حلو والاي دي اس اس ده يطلعه وحش، وممكن يكون دواء وحش والاي دي اس اس يطلعه حلو. طب ازاي الكلام ده؟ ندي المثال الاولاني، دواء وحش والاي دي اس اس يطلعه حلو. احنا لسه قايلين لو الاي دي اس اس بتاع العيان 5.5 فيما اكثر، هذا الاي دي اس اس لا يتزحزح من مكانه الا باتاك باثر على الامبيوليشن او بروجريشن يحصل في البيرامدال فانكشن ياثر على الامبيوليشن. وممكن عيان الاي دي اس اس بتاعه 5.5 ماشي على سين من الادويه، العيان ده يجي له اتاك اوبتيك نيورايتس، ويجي له اتاك انتر نيوكل اوسال موبليشن، ويجي له اتاك سيريبرال اتاكس في الابر لين، والعيان ده الاي دي اس اس بتاعه لان اتزحزح من مكانه. فتبص العيان الاي دي اس اس بتاعه 5.5 جاله 3 اتاك ستيل 5.5، فتقول ان الدواء ده حلو، هو مش حلو. الدواء جه عليه 3 اتاك. وممكن ننتقل على النقيض، الدواء يبقى حلو وشغال 100 100 والاي دي اس اس يطلع وحش. ازاي الكلام ده؟ زي في الحاله اللي معانا، انا عندي اكتيفيتي وعندي بروجريشن. معظم الادويه او كل الادويه الموجوده في السوق دلوقتي بتشتغل على الاكتيفيتي، كل الادويه بتشتغل على الاكتيفيتي، بتصب عندي اكتيفيتي بتصبرس الاكتيفيتي. بضيف ان العيان ده كان هيجي له 3 ريلابس، خد الدواء، الدواء منع الثلاثة ريلابسز دول، الدواء عدى ما عليه، لكن في ستيل بروجريشن حاصل ان ريليتد تو ريلابس، الدواء ملوش يد فيه، فتلاقي العيان اي دي اس بتاعه بقى 6، بقى 6.5، بقى 7، وما جالوش ورا ريلابس، بروجريشن ان ريليتد تو ريلابس اكتيفيتي. هنا الدواء عدى ما عليه، منع البروجريشن ان ريليتد تو ريلابس، لانه منع ريلابس، لكن البروجريشن لا يحصل ان ريليتد تو ريلابس، الدواء ملوش يد فيه، ويحصل بروجريشن على الرغم من الدواء محقق وظيفته وقايم بدوره. عشان كده في الموديفايد ري هم حاجتين، العيان بياخد الدواء، هل هو بياخد الدواء جاله نيو ام ار اي ليجن؟ هل هو بياخد الدواء جاله ريلاكسس ولا ما جالوش؟ بس طب تعالى في الموديفايد ريو عملوا ايه؟ قال لحضرتك الموديفايد ريو ياخد زيرو لو العيان عنده نيو تي 2 ليجن اقل من 4 وريلاكس زيرو، وهي دي عينتنا داز نوت ريبورت ان ريلاكس، فالريلاكس تاخد زيرو. وفي نفس الوقت هي جالها كام نيو تي 2 ليجن؟ جالها واحد اللي هي في الاوبتيك نيرف دي الوحيده اللي نيو، يعتبر اقل من 4، فالعين تاخد على الموديفايد ري وتاخد زيرو. زي ما قلنا عينتنا احنا قلنا اهو على الموديفايد ري في ريلابسس وفي ام ار اي، الريلابسس لا العينه داز نوت ريبورت ان ريلابسس، فاخدت زيرو في الريلابس. وعلى الام ار اي عندها ليجن واحده يعني اقل من 4، يبقى اذا عندها ريلابس زيرو، الام النيو ام ار اي ليجن اقل من 4 على بالخاصيتين دول تاخد زيرو على الموديفايد ريت. زيرو على الموديفايد ريت ده يعني ايه؟ يعني ريسبونس ريت 94%. ده سلايد اهو بيوضح الريو فوق والموديفايد ريو من نص السلايد مكتوب. تحت الموديفايد ريو مكتوب زيرو 1 2 3 ده الكولم اللي على الشمال على طول، الكولم اللي على يمينه مكتوب فيه الاوبتيمال ريسبوندرز، هتلاقي قصاد موديفايد ريو سكور زيرو مكتوب الاوبتيمال ريسبوندرز 93%، يعني استجابه العيان للدواء 93%. طبعا دي نسبه عاليه جدا، وده معناه ان انا مش هغير الدواء. احنا في القصر العيني عندنا مش داز نوت اسكاليت الا لو الموديفايد ريو 2 فيما اكثر، يعني زيرو 1 مش بنعمل اسكاليشن، بنخلي العيان ماشي على نفس الدواء لو 2 او 3 من اسكاليت. فطبعا هنا مش هنسكاليت لان الموديفايد ريو طلع زيرو. دلوقتي احنا نقدر نجاوب على السؤال What is the most appropriate future plan for this patient؟ احنا قلنا احنا مش هنوقف الدواء، ليه؟ لان العيان عندها اكتيفيتي، عندها نيو تي 2 ليجن، وطالما عندها اكتيفيتي لازم اديها دواء يسبريس ذيس اكتيفيتي. فقلنا خلاص قصه ان احنا ستوب دي مش وارده. بكمل على نفس الدواء ولا اسكريت على دواء اقوى، قلنا عملنا الموديفايد ريو،
خدت فيه زيرو ده معناه ان الريسبونس ريت على الدواء 94% ريسبونس، فده معناه ان انا مش هغير الدواء، وبالتالي فكانت الاجابه ان انا هستمر على نفس العلاج اللي هي اخيرا عايزين تيك هوم مسج من هذه المحاضره. زي ما قلنا لو العيان الاي دي اس اس بتاعه 5.5 فيما فوق يعني بيمشي اقل من 200 متر اي اتاك مش هتاثر على الديوريشن مش هتاثر على التوتال اي دي اس اس، وبالتالي لازم اعمل الفيجوال والبيراميدال والسيربيلال والسنسوري كول باقي السب سكورز ايفن لو انا عارف حتى ان هي مش هتاثر لي على التوتال اي دي اس اس وخلاص التوتال اي دي اس اس بتاعي از ديوريشن. ليه؟ عشان اكتشف العيان بتاعتي ايه. العيانه دي انا ما كنتش هعمل لها ام ار اي اوربت الا لما انا لقيت الفيجوال سب سكور بتاعها افكت. لو انت هتعمل فيجوال سب سكور لازم تبعته للاوفثالمولوجيست. ليه؟ عشان خاطر احنا بنحسب هنا البيست كوريكتد فيجوال. اي هوب ان احنا بنهايه المحاضره دي نقدر نجاوب على السؤال اللي احنا سالناه في اول سلايد. احنا قلنا ايه؟ اي دي اس اس شود اور شود نوت جايد اور براكتس. الاجابه يو شود جايد اور براكتس في حاجات ومش جايد اور براكتس في حاجات ثانيه. انت الاي دي اس اس شود جايد اور براكتس زي ما قلنا كده ان احنا نعمل السب سكورز، لان انا لما كنتش عملت الفيجوال سب سكور ما كنتش هكتشف ان العينه دي محتاجه ان هي تعمل ام ار اي اوربت نيو تيتو ليجن، وكنت هظلم العينه وكنت هقول خلاص العينه دي عندها بروجريشن وما عندهاش اكتيفيتي وخلاص يبقى مفيش فايده من الدواء ان خلاص ما عندهاش اكتيفيتي فهمديها الدواء عشان اسبريس ايه؟ هي اصلا ما عندهاش اكتيفيتي كنت هظلم العينه. لكن لما انا لقيت الفيجوال سب سكور بتاع افكتد اداني هنت ان العينه دي ممكن يكون عندها مشكله في النظر، فده اللي دفعني ان انا اعملها ام ار اي اوربت وخلاني اكتشف الليجن اللي عندها في البروكسيمال بارت بتاع الليفت اوبتيك. طب انت بقى الاي دي اس اس شود نوت جايد مي زي ما قلنا في اختيار العلاج. قلنا الموديفايد ريو تم حذف الاي دي اس اس منه لان ممكن ادويه زي ما قلنا تبقى هي يجي عليها ريلابسس والاي دي اس اس ما يتغيرش، وقلنا ممكن ثاني ادويه تبقى شغاله وعامله سبريشن للريلابسس ومنعت البروجريشن اللي هو ريتد للريلابسس، لكن البروجريشن هو ان ريتد للريلابسس هي مالهاش يد فيه، فتلاقي العيان بيبروجريس والدواء كويس فنظلم الدواء. فاذا الاي دي اس اس شوت جايد مي في حاجات وشوت نوت جايد مي في حاجات ثانيه، هو سلاح المفروض اعرف هستخدمه فين وامتى بالظبط عشان احقق منه الاوبتيمم ريسبونس. شكرا دكتور عمرو. انا الحقيقه مش شايف يعني سو فار اسئله، برجاء لو حد من الاتندين. ثانيه معلش انا ليا تعليق بعد اذنك. انا طيب اتفضل. شكرا يا دكتور عمرو على المحاضره الشيقه دي. انا بس يعني في شويه ملاحظات كده احب يعني اقولها برضو عشان نوضح للمستمعين. طبعا انت في الاول كنت بتتكلم على حكايه الديسابيليتي ورسنينج. انت عارف الديسابيليتي ورسنينج ده مصطلح مقصود بيه انه الورسنينج اللي بيحصل فولوينج ان اتاك، يعني لو كان في بروجريشن وذاوت ان اتاك دي بيسموها ديسابيليتي بروجريشن، ولو كان في ديسابيليتي ريزيديوال للاتاك بيسموها ديسابيليتي ورسنينج. فالديسابيليتي ورسنينج هي تخص انه وجود اتاك وثابت اثر يعني. ده التعبير بتاع اللوبلين اللي هو disability worsening. الحاجة التانية المهمة طبعا ان لازم برضو نبقى احنا فاهمين ان لما طلع الريو والموديفايد ريو ده طلع على الانترفيرنس، كان ده في الوقت اللي كان قبل ظهور الادوية اللي هي اكثر فاعلية وظهرت بعد كده، فلم يطبق الريو والموديفايد ريو على ادوية اخرى غير الانترفيرنس. فطبعا يعني كان في قدر من التحمل لأكتيفيتي يعني يمكن احنا بكل الارمامنتاريوم اللي عندنا في استعمال في أدوية الام اس دلوقتي لا نتحملها، وبالتالي استعمال الريو على اي دواء ده طبعا يعني مش مظبوط لانه هو اتدرس على الانترفيرونز تحديدا يعني. واحنا لما بنتكلم عن حالة مثلا زي اللي فيها بروجريشن وما فيهاش اكتيفيتي، يعني ده معناه if you document progression في عيان ما فيهوش اكتيفيتي انت بتتكلم على مرحلة انت بتنتقل فيها الى مرحلة secondary progressive، ودلوقتي في ادوية للsecondary progressive، وبالتالي التولرابيليتي بتاعتك انك انت ما تغيرش دواء على اساس ان الدواء controlling بس الريلابس لكن مش controlling البروجريشن، ده طبعا يعني في الوقت الحالي في وسط كل الادوية الحديثة يعني ده اصبح طبعا يعني ما حدش يعني بيفكر ان هو يسيب عيان بروجريسيف على اساس ان الدواء كنترولنج الاكتيفيتي وبس، لانه في ادويه ظهرت واحنا في سيمبوزيوم نوفارتس ولينوفارتس بالذات يعني يمكن ما نزلش مصر
اللي هو السبري مود اللي هو المفروض ان هو في الاكتف سيكندري بروجريشن، خلاف ان الانتي سي دي 20 طبعا يعني مفترض انهم لهم دور فيما يختص بالموضوع بتاع البروجريشن. فانت بتعمل ايفالويشن للعيان كله على بعضه، ولما بتعمل ايفالويشن للعيان كله على بعضه مفترض ان هو لا يحصل بروجريشن ولا يحصل اكتيفيتي. واذا كان العيان suffering from activity او suffering from progression يبقى انت you have to evaluate re-evaluate الثيرابي بتاعك، علشان خاطر لو سبت البروجريشن هتبقى انت وصلت المرحلة too late انه يحصل فيها استجابة لاي نوع من العلاجات الاخرى. فيعني احنا لازم ناخد السكيلز والسكورز في اطار الفكرة العامة اللي هي انه لا يبقى في activity ولا يبقى في progression، وتعمل evaluation باستمرار للعيان، وتعيد حساباتك اذا قدرت تعمل documentation لاي واحد في الاثنين. ده مجرد تعليق يعني. لكن طبعا انا بشكرك على المحاضرة الجميلة، وبشكرك على الـ presentation skills الحلوة. وانتوا تلاميذ دكتور ماجد عبد الناصير طبعا يعني، فهو برضو ملك الـ presentation skills يعني. شكرا عمرو. ماجد thank you very much على تعليقك. طبعا هو كان الحقيقة الـ هو هي عنوان السيشن النهاردة انه يكون حالات challenging، فدفنتلي هيبقى فيها اختلاف في الرأي، واحنا ممكن يعني ممكن حد يبص ان لازم العيان ده العيانة دي تغير الدواء، في ناس تقول لا continue medication. هو كان الحقيقة المسج الأساسية اللي كان عمرو عايز يوصلها انه اعتمادنا التام او الكمبليت على الايفالويشن او دي دي اس اس لوحده is not يعني حاجة accurate. لازم زي ما انت قلت وتفضلت كده، لازم برضو يبقى فيها يعني، ما ينفعش ان انا اخد التوتال سكور بتاع الـ EDSS واعمل عليه تقييم العيان. فطبعا لازم ناخدها من ناحية الـ subscales، لازم نشوف اذا كان في activity مع الـ progression او لا. برضك معلش ليه تعليق يعني، دلوقتي الحالة الـ EDSS بتاعها على 5.5 مظبوط؟ شراء عمرو؟ ستة يا فندم، ستة وبقى ستة ونص. ستة وبقى ستة ونص، طيب. كان أربعة وبقى ستة وبقى ستة ونص. و progressed over period of time عدت ستة أشهر أو السنة، مظبوط؟ مظبوط يا فندم. وفي نفس الوقت حصل on top activity، صح؟ مظبوط، مظبوط يا فندم. طيب، طب ما دي في الفيلينج الكريتيريا إن ده second progressive active second progressive، صح؟ مظبوط. طيب يبقى انا بعالج الاكتيف سكند بروجريسيف يعني يا اما بالمايزنت او في الوقت الحالي بحاجه زي الروتوكسيماب لو المايزنت مش متاح يعني، طبعا ده اوف ليبل انا عارف، لكن اعتقد ان هو ده هيبقى الستاندرد براكتس، خاصه ان احنا بنتعامل مع اي دي اس اس 6.5 يعني، مش يعني عينه جايه بتستند على ناحيتين يعني. ما اعرفش برضك راي يعني يعني انا لو في لجنه في التامين بتهيألي انا شخصيا هعالجها كده يعني. انت ايه رايك؟ ايوه يا فندم مع حضرتك. لا يعني رايك هنكمل الكارنت، هي كانت ماشيه على جيلينيا صح؟ والله يا فندم بس انا كان عندي سؤال بس يا فندم، كان عندي استفسار بس لحضرتك. هو في الاستادي بتاعت الاوكريليزوماب كان مكتوب ان هم 27% من العيانين كان عندهم اكتيف ليجن، واللي حصل لهم ديكريز البروجريشن كان 24%، ففي بعض الانتقادات وجهت ليهم ان ال 24% دول هم من ال 27% اللي كان عندهم اكتف جايد انهانس ديجن على اوبرا 1 واوبرا 2 مش كده؟ مظبوط يا فندم. ففي بعض الناس قالوا ان هو بيعالج الاوكريزوا بيعالج برضه الاكتيفيتي ريليتد بروجريشن، وفي بعض الناس قالوا ان هو بيعالج ليه دور برضه في البايره، فالموضوع ده لسه برضه في كونفيوزنج على ناس كتير. بس خلي بالك في الاوبرا 1 والاوبرا 2 الانكلوجن كرايتيريا مختلفه عن حاجه زي طبعا يعني بنتكلم على الاستاديز بتاعه المايزنت يعني، فلانه هنا انت بتعمل انكلوجن لعيانين اوريدي اكتف ريلابسنج ريميتنج يعني، لكن عندهم اكتيفيتي في اللاست بيريود. لكن في حاجه زي مثلا مايزنت الاستادي واخده العيانين ما كانش عندهم اكتيفيتي فور ا لونج بيريود اوف تايم. فاللي انا عاوز اقوله يعني ان البروجريشن هنا مقياس مهم، وخاصه ان انت عندك الاي دي اس اس سكور بتاع العيان وصل ل 6.5 تمام يعني،
اعتقد ده هيخلينا برضك بعاد عن منطقه ان احنا نفكر في سواء الانجكتبلز او ادويه زي الجيليني او كده يعني. يعني عموما ده رايي زي ما الدكتور ماجد قال، هي حاله طبعا فور ديبيت يعني. ف ممكن اكمل بس على كلام الدكتور هاني، انه طبعا في الاوبرا 1 والاوبرا 2 الانكلوجن كرايتيريا كان لغايه 5.5 اي دي اس اس، يعني العيانين اللي هم فوق 5.5 ما درسوش في اوبرا 1 واوبرا 2. وبالتالي لو احنا بنتكلم على عيان سيكندري بروجريسيف، سواء اكتيف سيكندري بروجريسيف او مش اكتيف سيكندري بروجريسيف، يبقى ما ينفعش ان احنا نتكلم على الانتي سي دي 20 في هذه الحاله، لانه ده ما درسش. لكن هو المايزنت او السيبنمود كان الانكلوجن كريتيريا بتاعه لغايه 6.5 اي دي اس اس، وكان في جزء كبير منهم حالات ما هماش اكتيف. فاحنا عندنا اكتشوالي ادويه للمرحله دي، وبالتالي احنا زي ما اتفقنا كده احنا بنعمل ايفالويشن للعيان في كل مرحله، وفي المرحله بتاعته بنقي الدواء اللي يتناسب مع المرحله اكتر منه ان احنا نعتمد زي ما انت قلت كده على سكورز او سكيلز او حاجه محدده يعني. لكن في نفس الوقت العيان اللي ستة انت بتتكلم على سيكندري بروجريسيف وذر اكتيف او مش اكتيف، وبالتالي ما ينفع ان احنا نختاره هو الادويه اللي تم دراستها في السكندري بروجريسيف ام اس. تمام يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور مجد. شكرا دكتور هاني. طيب سريعا في سؤالين. حد بيسال هاو وي مانج برايمري بروجريسيف ام اس ابوف ذا ايج اوف 60 والاي دي اس اس بتاعه 5.5. تحب تجاوب يا عمرو؟ اي يا فندم، معلش يا فندم. How to manage primary progressive MS above 60 years of age وال EDSS 5.5. وده برضه يا فندم هيتوقف هو العيان ده في عنده active primary progressive، يعني في still لسه في relapses بتجيله او عنده enhancing lesion في البرين، ولا هو خلاص دخل already بس just only progression. ده هيفرق معايا في القرار العلاج، هو just progression ولا معاه progression ومعاه activity. ما هو بيتكلم على primary progressive، يعني اقصد حاله هتديله acrolizumab، يعني taking consideration the age. والله يا فندم لو هو عنده active lesion في البرين او بيجيله relapses انا هديله acrolizumab اكيد. هو طبعا برضو تعليق ان هو الاكرولزوماب هو اللي جاب نتائج في البرايمري بروجريسيف 60، ما هوش كونترا انديكيشن لاستعمال الاوريتاريو. انا مش فاكر الحقيقه الايج بتاع الاوريتاريو كان الماكسيمم كام، مش فاكر انا برضو. بيتهيألي ما كانش كان اقل من كان 60، مش فاكر بتاع، ما اعتقد انه اقل من 60. هو طبعا برضو لازم يتحط في الاعتبار الكوموربيديتيز اللي موجوده عند العيان، يعني الايدج فاكتور ده مهم، ان كل ما انت بتخش في ايدج جروب اعلى انت بتاخد الريسك بتاع انك تاخد ريسك اوف انفكشن، ريسك اوف مالجنسي، ريسك اوف حاجات كتيره قوي، فلازم ده يتحط في الاعتبار. وفي نفس الوقت يعني احنا يعني انت بتشوف الكوموربيديتيز اللي موجوده عند العيان، لان دي بتضيف الى الريسكس اللي موجوده. فهو طبعا يعني ما نقدرش نجاوب السؤال ده بشكل مطلق، لكن هو لازم يتاخد على ظروف العيان المحدد ده اللي هو عنده 60 سنه وعنده برايمري بروجريسيف، وخاصه انه بيلعب كمان دور في البروجريشن اذر فاكتورز، زي يعني ممكن الاسكيميا، ممكن الديجنريشن، ممكن الاميونيسنس، كل ده بتلعب دور. بالتالي السؤال الثاني احنا جاوبناه، كان وي تريت اكتيف سكند بروجريسيف ام اس وذ اوكرلازيماب. احنا قلنا اساسا ان الاستدي لما اتعملت والانكلوجن والاكسكلوجن كان على الريلابسنج ريميتنج، لكن صحيح هو الليبل بعد كده ممكن يتاخد في الاكتيف سكند بروجريسيف، بس الانكلوجن والكريتيريا اوف ذا بيشنتس ما كانش فيها الكاتيجوري دي من العيانين. اعتقد هم دول السؤالين اللي موجودين. برضه معلش يا دكتور هاني قبل ما نخلص الموضوع بتاع سكندري بروجريسيف، هو الليبل بتاع الاف دي اي طلع على ادويه كتيره جدا على انها تستخدم في السكندري بروجريسيف وعلى انه فيهم اكتيفيتي، لكن هم طبعا دول ما درسوش. يعني برضو عشان خاطر يبقى العلم مظبوط لازم احنا علشان نقول ينفع بجد ولا ما ينفعش يبقى لازم يكون اتدرس. الوحيد اللي هو اتدرس في السكندري بروجريسيف اكتيف او مش اكتيف كان هو السيبنمود، وكل الادويه اللي خدت ليبل انها تستخدم كاكتيفيتي في السكندري بروجريسيف اتاخدت كده يعني
جدعانه زي ما احنا بنقول يعني الـ FDA بعد ما كانت قعدت مده طويله ما بتديش ابروفل بقت يعني مسهبه جدا في الابروفل لدرجه انها بتدي ابروفل لادويه لم تدرس في الحته اللي خدت فيها ابروف. وطبعا النموذج اللي انا دايما بقوله هو على النتالزوماب. النتالزوماب هو الدواء الجبار يعني اللي لو ما كانش فيه البي ام ال ما كانش ظهر ادويه اخرى، لما درس في السكندري بروجريسيف ما طلعش النتائج يعني، لكن الدرس. انما الادويه الثانيه اللي خدت ليبل على السكندري بروجريسيف ما درستش يعني. ننتقل الى الحاله القادمه، ويعني يسعدني طبعا ويشرفني زي ما بنقول دايما الاب الروحي لينا كلنا الاستاذ الدكتور فاروق طلعت، هدي له بقى المايك يقدم الحاله. اتفضل يا استاذ دكتور. مساء الخير. انا اولا بشكر نوفارس والتيم بتاع نوفارس، مش هطول في الكلام كتير، بشكر التيم بتاع نوفارس كتر خيرهم الميتنج الجميل ده. سعيد في وسط زمايلي دكتور مجدي وماجد ودكتور هاني وصديقي العزيز الدكتور حسين. انا بس عايز اقول يعني فعلا النشاط بتاع الام اس ان ان ايجيبت سواء الجمعيه المصريه او الشابتر هي في الاخر بيجري مش بيمشي، بيجري. وفعلا دخلنا مراحل ريجنال وناشنال وانترناشنال، محدش ينكر هذا. البابليكيشن بتزيد، الميتينجز بتزيد. بس عايز اضيف حته، هي احنا بدانا الجمعيه دي مور ذان 10 ييرز، وهي كان بداها هي استاذنا دكتور ساهر. صحيح ما كانش في امكانيات في الاول، السبورت مش زي دلوقتي، الفاسيلتي مش زي دلوقتي، لكن برضه يعني كان هو رئيس الجمعيه وكان في سم اكتيفيتيز. مش عايزين برضه نهدر حق الراجل، هي ديد سم ايفورت. وبعدين سلمنا الرايه للدكتور مجد، وبعدين بدانا نجري في هذا المجال. بس احب اوضح النقطه دي. يشرفني دلوقتي اني اقدم زميل عزيز انا بحبه قوي دكتور ابو الوفا، لان هو هايلي انترستد في الـ في الام ار اي فور ام اس بيشنت. وانا دايما اقول انتوا نيورولوجي لازم يعرفوا يقروا ام ار اي كويس في الام اس، لازم لازم. بتيجي الروبوتات كتير احنا لنا اعتراض عليها، فا اول اوف اس شود دير تو ريد الام ار اي بيرفكتلي في العينين بتوع الام اس. اعتقد ابو الوفا وان اوف ذا فيمس دكتور انترستد في الام ار اي بتاع الام اس. طبعا حدش يفكر الرول اوف ام ار اي ده، يعني من غيره ده العمود الفقري بتاع الام اس، بعتبره العمود الفقري بتاع الام اس. يشرفني ان اقدم صديقي دكتور ابو الوفا، هيدينا هنت سمول توك على الام ار اي ان مالتيبل سكلروس. اتفضل يا دكتور. والله يا دكتور فاروق يعني انا سؤال شرفني والله تقديم حضرتك يعني كتر خير حضرتك. ويعني انا طبعا متلامذة حضرتك يعني زميل لي يعني كلمه اعتز بيها جدا والله، ربنا يعز حضرتك ودايما مكسده يعني نتعلم من حضرتك الذوق. واحب اشكر طبعا نوفارتس يعني على دعوتي ان انا اكون موجود وسطكم يعني، واشكر دكتور ماجد ودكتور ماجد ودكتور هاني وطبعا دكتور حسين محمد حسين استاذي الفاضل يعني. وبس يعني في عجاله بس انا حابب اشكر دكتور حسين تحديدا يعني بس لدعمه ليا الفتره الاخيره يعني في المرحله الاخيره اللي انا كنت فيها يعني، وهو يعني طول عمره والله من ساعه ما ابتديت النيابه ومن ساعه ما دخلت الاسم يعني لحد دلوقتي، فكتر خيرك يا دكتور حسين. وبرده ما يفوتنيش اشكر يعني استاذي وابويا وتاج راسي دكتور بهاء رضا، يعني ولو انه مش موجود معانا بس انا دايما يعني فضله وجميله عليا يعني ما اقدرش غير ان انا افضل ادعي له يعني واشكره طول حياتي. انا النهارده ان شاء الله انا محضر حاله ليها علاقه طبعا مباشره بالنيورولوجي. هاويفر هو زي ما قال الدكتور فاروق هو احنا وي شود بي اورينتد وذ نيور ايمجينج، ولازم نبقى فاهمينها كويس. بس في الاول وفي الاخر وي ار كلينيشنز يعني احنا في الاول وفي الاخر احنا نيورولوجست. And we should use our investigational tools ان هي تساعدنا في الكلينيكال براكتس بتاعتنا، مش انها يعني انا اسف لو اقول ان هي اللي توجهنا او هي اللي سوقنا يعني في القصه دي. احنا في الاول وفي الاخر احنا clinicians we are clinicians. والحقيقه الكلينيكال نيورولوجي بالذات يعني دونا عن بقيه يمكن على انطباعي يعني عن بقيه تخصصات الميديسن فيها طريقه لوجيكال في لوجيكال ابروتش للدياجنوستس ابتدى يمكن من القرن ال 18 يعني المدرسه بتاعت فرنسا اللي طلعت اجيال كتير اللي كان منها شاركو يعني هو اللي ابتداها كان دايما اللوجيكال ابروتش بتاع
where is the lesion, what is the lesion. كان ولا يزال القدرة التفسيرية للموديل دوت للطريقة دي للأبروتش المريض دايما هي اللي بتفسر وناجحة في التفسير. وانطباعي يعني ان الـ ان الـ نفس الابروتش لو احنا بنتابعه برضو في النيورو ايميجنج بعد ما بنعمل ايفالويشن كلينيكال كويس بنقدر في الاخر نوصل لسوليد كونكريت دايجنوزس سواء كان صح او كان غلط زي الحاله اللي انا هعرضها لكم دلوقتي. يعني انا مش هعرض لكم يعني سكسس ستوري, انا هعرض لكم فيلير ستوري, حاله من الحالات اللي كان تشخيصها صعب يعني يحتاج حوالي 6 او 8 شهور وكان تشخيصها غلط يعني وي براودلي ان احنا يعني حاولنا معاه بس في الاخر الحمد لله يعني اعتقد ان احنا وصلنا لمجهود كويس معاه. طيب هو انا اختصارا برضو عشان ما اطولش, هي مدام متزوجه عندها 30 سنه وما عندهاش اي ريماركبل ميديكال هيستوري خالص. انا هبتدي معاكم الهيستوري زي ما حصل معاها مش من ساعه ما شفناها لان برضو احنا شفناها في مرحله ما من مرضها يعني, بس انا هبتدي انالوجيكال منها. هي المريضة ابتدت في الأول خالص إن عندها lower right abdominal pain, تشخص في الأول غلط, تشخص في الأول إنها زايدة ودخلت على أساسها المستشفى وربنا يكرمه الدكتور الجراحة يعني لما لقى الانفلاماتري بارامترز مش مقنعة قوي ما تردد في إنه يخش دخل العملية, ولما لقى إن في إن البين ابتدى يرديت lower limb طلب بتتعرض على دكتور أعصاب. ودكتور الاعصاب في وقتها هو كانش المكان اللي كانت موجوده فيه وقتها ما كانش متاح فيه نيورولوجيست وكان متاح فيه نيوروسيرجن, فعمل على الاناتومي اللي هو شايفه على المكان اللوكاليزيشن اللي هو شايفه, عمل ام ار اي لامبوساكرال وشخص انها راديكيلوباسي كيس اوف لامبر راديكيلوباسي, وخدت حقنه واحده من اللونج اكتنج ستيرويد وحصل مارفلس امبروفمنت ايفن للرايت لور ابدومينال بين. طبعا ريتروسبكتيفلي ده راديكولار بين ما هوش بين بتاع الابنسايتس مثلا او ما هوش البين بتاع زي ده, هو ده اختفى تماما والونج ويز ذا بين ان ذا لور لمب راديتنج بين ان ذا لور لمب. بعد شهر المريضه خرجت من المستشفى وكملت عادي. بعد شهر جالها برين ستيم بريزنتيشن, جالها ان ذا فورم اوف انتنس فيرتيجينس اتاكس وبروجكتايل فوميتنج وكان اسوشيتد وذ دبل فيجن. ففي اللحظه دي كان اول ام ار اي برين اتعمل اللي اتشاف فيه الليجن دوت. لو انا ما اعرفش لو البوينتر ما اعرفش هيبقى فيه ثواني احاول بس مع البوينتر معاكم احسن كويس. هو السيربيلر ليجن ده بس هو ده اللي كان موجود. انا بس برضو لو هتعذروني خلال السلايدز اللي جايه او تراي تو بي ستريكت تو ذا كروس سكشنال اناتومي, يعني انا هحاول اشرح قدر الامكان شكل الليجنز ومكانها عشان زمايلي الصغيرين يعني اساتذتنا والسينيور ستاف يعني يعذروني لو كان الموضوع ممل عليهم شويه. فهو ده سنجل سيربيلر ليجن, البوردر بتاعه مش واضح قوي وعلى الميديال سايد تقريبا جاي ناحيه بدايه السيربيلر تونسلز على الفورس فيلتر. الليجن اللي بعده تقريبا نون سبيسيفيك, يعني لو في كويري هايبر تنسيتي هنا كده ممكن نختلف عليها فلافي, وفي برضو فينتريكولار كابس من النوع اللي هي ما تربطش دايجنوسيس او سجست لحاجه بعينها يعني. ولو نلاحظ في المرحله دي كان في سمول جاكستا كورتيكال مش جاكستا كورتيكال سب كورتيكال ليجن وده واضح راوندد ليه راوندد بوردر, وفي كام ليجن الامبريشن بتاعهم على فكره ان هم اورينتد تو ذا وايت ماتر تراكت لان الوايت ماتر في المنطقه ديت جوز ان ذات واي, يعني هو ده الوايت ماتر تراكت اورينتيشن. كذلك على فكره برضو السترينز الصغيره دي اي نعم ما هياش حتى الان ما هياش ليجنز واضحه, ممكن في ليجن صغير هنا بس ستيل اورينتد تو ذا وايت ماتر تراكت. طيب امبيريكالي احنا قدام انفلاماتوري كونديشن ابتدت في الاول براديكلز وبعدين ابتدت ببرين ستيم بريزنتيشن وفي نون سبيسيفيك سيريبرال ليجنز فابتدت بالس ستيرويد وحصل برضو نفس الريماركبل ريسبونس تو ستيرويد من اول جرعه في فرق في امبروفمنت رهيب على مستوى الفيرتايجو وعلى مستوى الفوميتنج وكده. الروتين لاب از اكسبكتد الباترن اللي هو البانل اللي احنا بنعملها الروتين بانل الاوتو اميون سكرين الجست اكس راي وات يو اكسبكت فروم ساتش ليج فروم ساتش بيشنت احنا ابتديناه عملناه وكان كله ان ريماركبل. بعديها بالظبط بعد التابرنج بتاع الاستيرويد ان احنا ادينا استيرويد يا دوب بعد 5 ايام وعملنا رابيد تابرنج والمريضه خرجت. بعديها يعني تقريبا شهر رجع تاني recurrence of symptoms بس المرة دي كانت جاية ببلير فيجن
وجايه تقريبا نفس الاتاكس اللي فاتت, يعني نفس الاتاكس اللي كانت فيها موجوده فيها فوكاليتي في البرينستم كانت موجوده, والونج ويز ا نيو فانكشن لوس كان في صوره الديمينيوشن اوف فيجن على الرايت اي. ده الفولو اب ام ار اي بتاعها. المره دي الوضع اتغير شويه في البوستيريور فوسا, بقى في انديستينكت بوردر بس كبير ابتدى يكبر شويه اللي هو السيربيلر ريجن اللي موجود هنا, والليجن الثاني لسه مكانه موجود برده على السيربيلر تونسلز على الناحيتين وحجمه كبر شويه وصل شويه تقريبا ابتدى بدل مكان في المنطقه دي اللي هي اللي فيها الفورث فينتريكل او الاوبن ميدالا بقت موجوده في المنطقه اللي فيها البونز اللي هي فيها ميدل سيربيلر بيدانكلز اللي انا بعرفها عشان هي منطقه الميدل سيربيلر بيدانكلز بتبقى قافله اللاترال فينتريكل وفي زي كتفين او دراعين كبار قوي مدين ايديهم جوه السيربيلم دوت, فانا بعرف ان انا في منطقه البونز. طيب سيربرال في ليجن ابتدى يبان, ابتدى ده انفيرور تيمبرال ليجن والليجن ده مكمل هنا برضو ومور اور ليس هو ليه بوردرز واضحه يعني بشكل او باخر, وابتدى الليجن ده كان موجود بشكل فينت خالص من شهر فات في الرنين بتاع الاشعه اللي فاتت لو فاكرين. الليجن ده على فكره مع ان احنا بنقطع كروس سكشنال بس احنا بنقطع برضو في سنجل تراكت, ده جزء من المايرز لوب لو فاكرينه اللي احنا بنذاكره في الاناتومي بتاع الاوبتيك راديشن, هو بيلف على الكتف بتاع اللاترال فينتريكل من هنا وفي جزء منه بينزل هنا وفي جزء منه في الانفيرور لونجيتودينال فيسيكلس ايا كان اسمها ايه, بس المهم ان دي برضو مور اور ليس انطباعي انها كانت اورينتد تو وايت ماتر تراكت اورينتيشن. احنا بنقطع كروس سكشنال وبنبص اكزيال بس لازم اخلي في دماغي دايما شكل التراكت بتبقى ماشيه ازاي مع الكروس سكشنال. مور اور ليس بقيه السوبرا تنتوريال او سوبرا فنتريكولار ليفل ما كانش فيه حاجه ريماركبل. اللاب اللي احنا بنستناه اللي هو الكومبلكس او السبيسيفيك شويه كان على الوقت ده كان طلع لان احنا كنا سحبناه من المره اللي فاتت. الفتره دي المنطقه ديت الواحد حد دلوقتي حتى الان فروم كلينيكال برسبكتيف برضو انا بفكر ان في عينه عندها راديكولار ريبريزنتيشن ومعاها مالتي فوكال برين ستيم واوبتيك بشكل او اخر, يعني مش البروبابل دايجنوزيز كان انفولفينج مثلا بالذات عشان موضوع الفوميتنج ده فكرت انها تكون اريا بوستريما سيندروم. بالمناسبه انا علقت برضو على السيربيلر ليجنز ان دي مش الاريا بوستريما, الليجنز الموجوده موجوده كبيره وكوزنج فوميتنج بس احنا مش لاقيين حاجه في المنطقه بتاعه الاوبن ميدالا اللي وريتها لكم وما كانش فيها ليجنز. فاحنا عامه اكوابورين نيجاتيف كيمستري وسيلز كويسين بالنسبه للسي اس اف. الاوليجوكلونال بينز نيجاتيف ودي حاجه يعني اتعلمناها من اساتذتنا في الشغل وتعلمناها من الكوهورتس الاوريدي ببلش دلوقتي من القصر العيني ومن عين شمس ان احنا عندنا البوزيتيفيتي بتاعت الاوليجوكلونال بينز عليها علامه استفهام يعني بره بتعدي 80% احنا اراوند 64 ازيد قليلا اقل قليلا يعني دي منطقه من المناطق اللي عليها علامه استفهام بالنسبه للبراكتس عندنا يعني بس الاي جي اندكس كان بوزيتيف فاحنا يعني كان سجستيف برضو كان مدينا كلو ان احنا في حاجه انتراثيكال يعني بتحصل. الفيجوال ايفوكت بوتنشال كونفيرمد ان في بي 100 برولونجيشن يعني اللي حصل ده سورت اوف ديماليليشن. الفلافي ليجنز ديت وان كان في عندنا اللور راديكولار ليجنز خلينا نفكر برضو ان هل هي كيس اوف انتي موج ولا لا وهو طالع نيجاتيف انا حاطط عليه علامه استفهام لسبب هقوله اخر البرزنتيشن. طيب دلوقتي اتشخصت احنا حطيناها انها في المرحله دي حطيناها انها اكتف ام اس بيكوز واي نوت مش عشان حاجه تاني لان مفيش بيتر اكسبلانيشن لان احنا دورنا عملنا الاوتو اميون بانل كويس وعملناه قبل الاستيرويدز وعملناه بكذا طريقه ودورنا على المالتيبل سيستمز حتى دورنا على رينال عشان لو تكون بدايه لوبس او بدايه سورت اوف سكندري فاسكولايتس وكل ده كان نيجاتيف. فاحنا عندنا دي مالينيتنج ليجنز ليها يمكن سورت اوف يعني ممكن التيبيكال بريزنتيشن بتاع الاوبتيك نورايتس او برينستم في شكل ليجنز ما هوش كونفينسنج قوي بس هي ستيل اورينتد تو ذا وايت ماتر تراكت. ففي المرحله ديت وي ريسيف ذا نو بيتر اكسبلانيشن على اللي في ايدينا دلوقتي وتشخصت انها اكتف مالتيبل سكلروسس. ده الاكتف مالتيبل سكلروسس دلوقتي التيرمز دي ابتدت الواحد حتى يعني ابتدت الحالات اللي فيها نشاط عالي قوي من الام اس كان زمان يمكن
يعني طبعاً كان زمان مثلا 10 سنين فاتوا كان الحالات دي كان بيبقى عليها علامه استفهام قويه اذا كانت ام اس ولا لا. ابتدت تاخد توصيف احسن في الفتره الاخيره بالذات مع وجود اللي هي الترسانه الثقيله من الادويه في الام اس، ابتدت الحالات دي تتوصف اوضح في الليتريتشر وابتدى يبقى ليها مسميات واضحه. فمثلا في تعريف اللي هو الاكتف ديزيز ان هو العيان عنده تو كلينيكالي سيجنيفيكانت ريلابسز في اخر سنتين. العيان ده لو ما استجابش على الدواء، يعني اللي هو نفس العيان اللي فات الاكتيف لو ما استجابش على الدواء بالذات اللي هو بالفيرست لاين اللي هو الاسكاليشن تريتمنت ياخد هيبقى هايلي اكتيف ديزيز. لو التو اتاكس دول حصلوا في سنه واحده وابتدى في ايفيدنس اوف ام ار اي اكتيفيتي عنيفه فده اسمه رابيدلي ايفولفينج سيفير ام اس. العيانه دي فيتنج انتو رابيدلي ايفولفينج سيفير على اللي موجود دوت في 2 تو 3 اتاكس وفي خلال مثلا الفتره دي كانت حوالي 4 شهور. ال diagnosis انا هسكيب ده انا كلمتكم عليه. حصل عملنا ستيرويد طولنا فيها شويه وعملنا لها very gradual tapering وبعد شهر ابتدينا disease modifying treatment وكان injectable كان interferon. اللي حصل ان بعد شهر من بدايتها العلاج حصل ان العيانه جات لنا الطوارئ ما جاتش حتى في الاوت بيشنت، جت progressively lethargic with severe headache meningism vomiting and unsteady gait. وده كان الرنين المفاجئ بتاعها. الحقيقه الفيلم ده مهم، الفيلم ده في سيربيلر ريجن ابتدت السيجنال بتاعته تتغير. ابتدت السيجنال يبقى فيها تبقى هيتروجينس بدل ما كانت في شكل واحد. هما نفس الاثنين، يعني هما نفس الليجن اللي في اللور سيربيلر اللي نزل تقريبا مع التونسلز اللي قدام الاوبن مظله او بس كبروا قوي في الحجم وزادوا وابتدت السيجنال بتاعتها تبقى هيتروجينس. وده شكل الهيمسفيريك ليجنز طبعا زادت بعنف شديد. ده اللي هو الليجن اللي كان اورينتد على الوايت ماتر تراكت اللي كان تبقوا عليه اللي هو كان انفيرور تمبرال. لو واخدين بالكم في ليجن هنا خفي عند الكراس او بدايه السيريبيلر عفوا اللي هي الابر ميد برين. الليجنز اللي هي اللي كانت فلافي وما كانتش باينه قوي ابتدت تاخد انتنسيتي قويه قوي بعضها واخد الاورينتيشن فعلا بتاع الكوربس كالوزال فايبرز اللي هو واخد تقريبا بالعرض على المستوى بتاع اللاترال فينتريكل. اوفرول هيرويك انكسبكتد ديتيريوريشن على مستوى الام ار اي وعلى مستوى الكلينيكال. وده برضو ده اللي هو السوبرا سوبرا فينتريكولار ليفل ابتدت ده نفس الليجن اللي ابتدينا فيه اللي كنت كلمتكم عليه في الاول خالص برضو موجود اكبر حجما. ده ديسيندنج على فكره ده قصاد فور انترست السالكس الصغيره دي انا بعرف بيها الفرنتال لوب من البارايتال لوب. ليه بقى؟ لان دي اسمها انفيرتد اوميجا ساين. اللي قدامها فرنتال لوب دي الهاند اريا بتاعت الموتور فانكشن اللي قدامها الفرنتال لوب واللي وراها البارايتال لوب. فده تقريبا يعني ده ديسندنج مع البيراميدال يعني ده الليجن ده بيراميدال ليجن يعني ليجن الونج ذا لونج فايبرز بتاعت البيراميدال. انا رايي عند المرحلة ديت يعني ان دي الرصاصة التي قادرة لتشخيص التصلب المتعدد. ليه بقى؟ لان ده هيموراجيك ليجن الاسود ده بلد. مفيش في الليتريتشر ريبورت ان ليجنز بتاعت الام اس تيرنز هيموراجيك اتول. وبطبيعة الحال الدياجنوزس اتغير تماما مع الديتيريوريشن دوت وخدنا خطوة لورا بحيث ان احنا يعني احنا قدام ايه؟ احنا قدام ايه غير التصلب المتعدد؟ في نقطتين طبعا مهمين في النقطه دي، اولا هو مش ام اس، ثانيا ان في بوتنشال ان الانترفيرون ديتيريوريتد ذيس بارتيكولر بيشنت. ودي نقطه مهمه تو بي كونسيدرد. احنا عارفين ان ادويه الام اس احيانا ممكن تديتيريوريت بعض الاذر نيورولوجيكال ديسوردرز، بس كان بالذات اشهرهم حاجه مثلا زي نيورومالايتس اوبتيكا. وكانت بقيه الليسته محدوده، يعني ما نعرفش ايه تاني بس هو اشهرهم النيورومالايتس اوبتيكا. طيب المريضه بعد المرحله ديت ده الفولو اب بتاعها. المريضه لحد دلوقتي متابعه معانا، احنا بقى لنا حوالي 4 سنين. حصل ان احنا ادينا لونج تيرم ستيرويد مانجمنت. اللونج تيرم ده كان فول دوز 6 شهور. وبعدين وهقول لحضراتكم برده ليه اخترنا الريجيم دوت. وبعدين حصل رابيد او حصل جرادوال فيري جرادوال ويزدرول بعد 6 شهور وبعد ري اشورنج ان كل الليجنز اتحسنت تمام ووقفنا. والمريضه بقى لها 3 سنين تريتمنت فري وسيمتومز فري الحمد لله وكل الدنيا معاها مستقره تماما.
ده عايز اوريكم شكل الليجنز. احنا برضو يعني هرجعها معاكم سريعا. ده شكل الليجن في الاول، المنطقه اللي هو التو سيريبيلر، تو سيريبيلر تونسلز اللي زادت قوي مع الحجم، ودي شكلها في اخر يعني فولو اب بعد 6 شهور من التعب، من الديتيريوريشن الرهيب اللي حصل فيه الليسارجي والمننجزم اللي حصل مع دوت. هو اللي متبقي هنا ده مش الليجن، ده بواقي الليجن، ده بواقي هيموريدج، ده هيموسيدرين ديبوزيشن، ويبان لو واخدين بالكم لونه انتنس قوي، لونه غامق قوي، ده مش ليجن، ده بس ده بواقي البلاد اللي كان موجود في الليجن في المنطقه دي بس. اذروايز اتس فري. الليجن لو واخدين بالكم برضو الليجن اللي كان في المايرز لوب او في الاوبتيك راديشن، على فكره الليجن ده هو اللي كان عامل الاوبتيك برولونجيشن اوف بي 100، لان ده الونج ذا اوبتيك باث واي، وما كانش غالبا ما كانش في الاوبتيك نيرف. الليجن ده اتحسن كتير، اختفى. في انا معايا فولو اب بعد دوت بحوالي سنه ونص، الليجن ده اختفى تماما، بس هو ده بعد مثلا بعد 6 شهور الليجن بتاع اللي هو اللي في اقصى اليمين ده اتحسن تماما. طبعا لو واخدين بالكم الليجن اللي كان موجود في الابر ميد برين اختفى. ليجنز كتير ابتدت تختفي، ابتدت تختفي تماما مع التريتمنت. طبعا الليجنز الكبار اللي هم اللي كانوا موجودين في الديب بارايتال اختفوا، الليجنز اللي كانت اورينتد مع الهيبوكامبس ابتدت تختفي. ودي انا ما علقتش عليها برضو انتندلي عشان عشان هو من الاول الليجن عندها البيشنت عندها ليجن في الكونس ميدلاريس. الليجن ده على كلام دكتور فاروق يعني كمصادفه يعني الليجن ده هاز بين ميس دايجنوز، ميس دايجنوز من النيوروسيرجن ان شارج ومن راديولوجيست. ده كان كونس ميدلاريس ليجن، ودي كانت واحده من الاتاكس اللي كانت جات للعيان. طيب هو ليه العيانه دي ما هياش ام اس؟ لاكثر من سبب، اهمهم ان ده ان الليجن حصل فيها هيموراجيك ترانسفورميشن، وده عاده موجود في الهيموراجيك ادم، يعني مش ريبورتد في حاجات كتير، هي يدوب الهيموراجيك ادم. طيب اولا في كونس ليجن، وده انيوجوال مع الام اس، ممكن يبقى يوجوال مع مرض زي الانتي موج انتي بودي ديزيز، بس مش موجود قوي مع الام اس. الام اس طبعا بياخد السباينال كورد كتير، بس تقريبا نيرلي 40 تو 50% اوف ليجنز بتبقى موجوده فوق في السيرفايكل، وممكن تبقى موجوده في حته ثانيه بس برضو تبقى موجوده في السيرفايكل. فيعني probability ان هو الليجن ده بس هو اللي جاي في الكونس ومفيش ليجنز ثانيه along the spinal cord غريبه ومش usual في مريض لمريض ام اس. الجزء الثاني الفلافي ديفيوز ليجنز دي موجوده في الام اس، موجوده يعني، بس هي عاده بتبقى sort of chronicity، ان ما بتحصل بشكل اكيوت كده للمريض، مش كلاسيكال يعني، مش هنقول انها ريد فلاج يعني قويه، بس هي مش كلاسيكال في المالتيبل سكلروسس. وطبعا الهيموراجيك ليجن والديسابيرنج ليجنز. الليجنز في الام اس عاده بتصغر في الحجم بس ما بتختفيش كامله مع الهايلي اكتيف دي ام تيز. احيانا بعض الليجنز بتختفي بس مش بالحجم ده، ومش كل الليجنز دي بتبقى ممكن ليجن او اثنين وبيبقوا صغيرين وريسنتلي اكيوت، انما وانس ان في ليجن واستابليشد وقعد فتره، عاده الليجن حتى عاده المريض مهما خد من دواء يعني ما فيش حاجه ريبورتد ان الكومبليت ديسابيرنس اوف ليجنز بيحصل مع الام اس، بس بيحصل مع الادم، بيحصل مثلا مع حاله زي اكيوت ديسمريتنج كيفر مايلز. الحاله دي يعني مصادفه برضو كنا احنا وهي محظوظين، احنا تواصلنا مع مركزين كبار، واحد مركز في اوكسفورد اللي هو مركز جاكي بالاس، كان وقتها انا كنت بعت الاشعه دي ليها وشي واز كايت انترستد and she had an impression انها انتي موج انتي بودي ديزيز. انا وقتها من 3 سنين فاتوا انا ما كانش عندي الانتي موج انتي بودي، فما عرفتش اعمل لها الانتي بودي، بس انا عملته مؤخرا يعني، ما عملته في الاخر خالص، يمكن اخر سنه السنه اللي فاتت بس انا كنت عملته. and she was impressed انها انتي موج انتي بودي ديزيز. ليه؟ لان في مالتي فوكال بريزنتيشن وفلافي ليجنز وفي كونس ميدلاريس ليجنز، وان في مارفلس رابيد ريسبونس تو ستيرويد، وان العيانه ستابلايزد اون ستيرويد اند جاست ستيرويدز. في حد تاني هو اسمه ديفيد يوسيم، هو حد يمكن مش مشهور وصلنا قوي في مصر. ديفيد يوسيم ده حد في النيورو ايمجنج تشير بتاع جونز هوبكنز، هو الراجل الهيد وقتها، وقت ما كنت بكلمه كان الراجل كان انا ما كنتش اعرفه يعني، هو بس بعت له، هو الراجل كان موجود على راديوبيديا وكان هو الهيد اوف راديوبيديا، فبعت له ليجنز. فهو رايه ان يمكن هو اللي ادانا الكلو للدايجنوسيس، هو رايه انها كيس اوف بروتراكتد مالتي فيزيك ادم، وان الهيموراجيك ليجنز هي الوحيده اللي ممكن هتفسر الاثنين دول.
الانتي موج انتي بودي كان طالع نيجاتيف، بس ستيل المريضه برضو كانت يعني كانت خدت فيري لونج تيرم تريتمنت على الاستيرويد، واتعمل بعد المرض بسنتين، بسنه او سنتين. هو اتس ريبورتد ان هو وانس بوزيتيف ستيل بوزيتيف، يعني الناس اللي بيشتغلوا في اللاب بيقولوا كده، بس ستيل عليه على الاستفهام. ويعني انا هسيب طبعا الفاينل دايجنوسيس فور ديسكشن فور بانل ديسكشن. انا يعني صراحه انا طبعا مايل للمالتي فيزيك ادم عشان الهيموراجيك ليجنز، بس طبعا يعني نقطه تو بي كونسيدر يعني الديسكشن مع اساتذتنا. بس انا التيك هوم بالنسبه لي يعني اشمعنى اخترت الحاله دي بالذات، لان الام اس البيشنتس البرزنتيشن بتاع العيانين، مش اللي هو ريلابسنج ريبيتنج او انه برايمري بروجريسيف او كده، لا اقصد ان الاكتيفيتي بتاعه البريزنت بتاعه العيانين والفوكاليتي بتاعه العيانين مختلفه وهيتروجينس وكتيره جدا. وان احنا في الفتره الاخيره ابتدى الاكتيف بيشنتس ابتدوا ياخدوا مكان معانا في البراكتس، وان في مدرسه برضو في الليتريتشر حاليا وايدلي اكسبتنج قصه ان احنا نغير التريتمنت بلان وان تو تريت ايرلي اند تريت اجريسيفلي. يعني ما فيش فايده، في ايفيدنس قوي ان التريتمنت ايرلي بالهاي اكتيف دي ام تيز هيبقى بيفرق كتير قوي عن العيانين اللي خدنا معاهم الاسكاليشن ابروتش جيفن ذا سيم ديزيز سيفيريتي. يعني والنقطه الثانيه ان الاجريسيف والاكتيف بيشنتس وارنتس يعني سبيشال ديفرنشال دايجنوستس، مش مجرد ان انا عملت الاي ان اي والانتي دبل ستراندد واللوبس انتي كواجولانت الحاجات الروتين اللي احنا بنعملها وانس ان العيان بروبابل ان هو يكون ام اس. احيانا بنحتاج لونج تيرم فولو اب للنيورومالاتس اوبتيكا مثلا الادم ووتش از نوت بروبابل والفاسكولايتس والانتي موج انتي بودي ديزيز. شكرا، واتمنى ما كنتش طولت عليه. شكرا يا دكتور ابو الوفا. هذا هو برضو اللي انا قلت في الاول، برزنتيشن هايله وفعلا مثمره جدا. وفعلا انا ملاحظ في اللجان يعني واحنا برضو منهم في رش اوف دايجنوزيس اوف ام اس، تيجي الراديولوجي الافلام بنبص عليها الريبورت في دي مالتي باتشز بتاع الراديولوجي كاتب الكلام ده يعني كذا، وفعلا تاخدها dissemination time space وسرعة الشغل طبعا بتخلينا احنا نتجه اكتر من اس. لكن differential of MS includes a lot of other disorders should keep in mind. وهي الميميكس كتيرة و sometimes difficult to differentiate. فانا رأيي برضو message لينا كبار وللصغيرين we should not rush in our diagnosis of MS. يعني احنا في اللجان مفنونه في الجنرال نيورولوجيكال كلينيك نقوله يس سبيس ديسيمينيشن تايم ديسيمينيشن راديولوجي سوجستيف از ات كيس اوف ام اس. لا احنا في اللجان نقول از ات نوت ان ام اس، الاول نفترض ان هي مش ام اس. فيعني رساله كويسه، برزنتيشن هايل حقيقي. ويعني انا بس عايز اسال سؤال، هو الهيموجين انت شفته في الاس دبليو اي ولا عملت لسه؟ ده كان تي 2 وانا للاسف فاتني اجيب السي تي، بس هو كان متصور بطريقه الكواليتي بتاعتها مش كويسه قوي، بس فرانك هيموريدج يعني ده هيموريدج واضح في طبعا بيبان يمكن الميكروسكوبيك هيموريدج او الكويشنبل ليجنز ممكن الاس دبليو اي يبقى فيها كونكلوزيف، بس هي فرانك انف انها كانت بانت في التي 2 العادي. يعني ده كان شكل التي 2. برضو انا انت هي عملت الانتي موج طبعا سيل بيست مش كده؟ هي كانت حاله قديمه ولا جديده؟ والله يا دكتور هي عملت الانتي موج السنه اللي فاتت، احنا ابتدينا نشوفها تقريبا من 3 سنين ونص. يعني احنا الانتي موج اتعمل متاخر يعني جدا، كان سيل بيست تكنيك ولا والله الحق يتقال انا مش عارف، لان يعني هو كان هي باوندد لل لو مش سيل بيست تكنيك فهي انا ما اعرفش هي بعتت اني مركز بره، بس يعني مش يعني ان في حاجات كتير كنا نعملها زمان مش سيل بيست سواء اكوا او انتي موج. طبعا السنسيف بتاعتها واطيه جدا، لكن في البيز سيل بيز تكنيك طبعا مور سنسيف حقيقي. ودي ريكومنديشن برضو اعطاها كل ما عنده دلوقتي او المعامل اللي هي بتعمل كان بتعملها سيل بيز طبعا، واحنا بنطلب هذا الكلام. طيب انا عايز اعلق على حاجه بس. يس اتفضل. طبعا زي ما حضرتك قلت دكتور فاروق، وشكرا طبعا دكتور محمد الوافع على الكيس الجميله جدا والبرزنتيشن الحلوه. احنا طبعا يعني في ريد فلاجز للتشخيص الام اس، والعينه دي من الاول خالص عندها ريد فلاجز. يعني الام ار اي ليجنز
شكلها مش ام اس خالص. حتى الفلافي ليجنز اللي انت وصفتها هي مش تاتشنج الفنتريكولار لاين، هي في مسافه بينها وبين الفنتريكولار لاين، فدي مش الليجنز بتاعت الام اس، واخد بالك؟ خلاف الشكل اللي هو يعني مش الكاركترستيك بتاع الام اس. البدايه كلينيكال برزنتيشن من الاول خالص، الويدرول اوف ستيرويدز والريلابس على الويدرول اوف ستيرويدز، فهي من الاول خالص هو في مالتيبل ريد فلاجز لتشخيص الام اس. فطبعا يعني اعتقد ان هو يعني ان احنا ابتدينا نديها انترفيرون، ده كان مبني على انه مش احنا ما لقيناش حاجه تانية يعني، لكن هو اكشولي لو احنا التزمنا بالديتيلز بتاعت الريد فلاجز هنلاقي ان في ريد فلاجز كتيره قوي فروم ذا فيري بيجينينج، واخد بالك؟ وبعدين بقى بعد كده الفولو اب والانكفالوباثي والحاجات اللي حصلت بعد كده طبعا بينت ان احنا مش بنتكلم على حاله ام اس، وكمان ان الاوليجو كلونال باندز طالعه نيجاتيف، يعني الليجنز دي كلها كانت موجوده الاي جي اندكس عالي بس الاولجو كلونال باندز نيجاتيف، فكان في سيفرال ريد فلاجز فروم ذا فيري بيجينينج من اول الكلينيكال برزنتيشن اللي اشتك، اعتقد على قد ما انا فاكر يعني كان عندها ابدومينال بين وكانوا فاكرينها حاجه ابدومينال، وبعدين كان كونس ليجن يعني ده كان كونس مالايتس او راديكال مالايتس يعني، وبعدين الشيك الشكل واللوكيشن والشيب والام ار اي ليجنز المختلفه على كمان الريلابس اون ودرول اوف ستيرويدز، ده واحد من الريد فلاجز يعني، عشان برضو بالنسبه للشباب يعني اللي بيسمع يبقى عارف ان في ريد فلاجز معينه يعني من الاول خالص احنا لما نشوفها ندور على حاجات تانية يعني كده. دكتور فاروق طبعا ده كلام يعني مهم فعلا، يمكن انا مايل اكتر يا دكتور وفاء اقول دي عشان يكون احطها كانتي موب فعلا دي مالتي، لكن هل في اني اذر كويستشن يا دكتوره دينا؟ دكتور فاروق بعد اذن حضرتك. ايوه مجد، انا طبعا بشكر محمد جدا على البرزنتيشن الجميل والافلام الرائعه اللي قالها، بس برضو هي يعني رساله مهمه جدا جدا الحاله دي، ان احنا الاندفاع لتشخيص مالتيبل سكليروزز مجرد انه العيانه عندها مجرد وان ليجن او هايبر انتنس فوكس في البرين ونندفع لتشخيص الام اس، ده يعني الحقيقه بيخمونا كتير بتوع الراديولوجي، ولا الحقيقه يعني زي ما دكتور مجد تفضل وقال لازم نفكر ألف مره قبل ما نشخص العيانه مالتيبل سكليروز الحقيقه. فده يعني ليسون درس للجميع بما فيهم كبار وصغيرين، انه الاندفاع لتشخيص مالتيبل سكليروز يبقى هو اول حاجه تتحط في الاعتبار. لا بصراحه يعني بمجرد ما شفت الافلام من الاول لا كان عندي شك شديد ان دي مالتيبل سكليروز. بشكر محمد ان هو يعني القى الضوء على الحته دي، وهي زي ما اتفقنا رساله للشباب انه مش كل حاله تبقى مالتيبل سكليروز. طبعا we should pay much attention، واحنا بنقرا الاشعه ما ناخدش الكلام بتاع الراديولوجي يعني فور جرانت كده يا جماعه، لا الديفرنشال انفولز ا لوت اوف اذر دايجنوزيس، لازم شوت ريسبكت الكلام ده كله. ليه سؤال بقى يا فندم؟ لا اتفضل. لا اتفضل حضرتك، ليه سؤال؟ اتفضل وانا هتكلم بقى. هو اولا انا طبعا ما اعرفش المعلومه دي، بس هل في الليتشر ريبورتد ان ممكن الليجنز في الانتي موج يبقوا هيموراجيك؟ هو هي دي نقطه انا فاتني علي عليها. هو لا او as far as we reviewed ما حصلش، وان في نقطه ثانيه مهمه ان الادم may worsen with في 2 to 3 cases reported ان هما worsened on interferon 3. بس الهيموراجيك يعني انا ما اعرفش طبعا، بس ممكن نراجع في الليتشر، بس يعني اعتقد حكايه انها هيموراجيك دي برضك هتحط very strong question mark ان دي اساسا دي مالينيتنج ليجنز يعني لان لازم هيكون فيها vascular something يعني. طيب الحاجه الثانيه ليه ما نفكرش في حاجه زي السركيدوز؟ ويسيرش يعني بس ما علقتش عليها كتير، بس لان بالذات الفلافي ليجن والله يا دكتور يعني هي ات واز كويت ابيلينج فروم ا راديولوجيكال برسبكتيف، يعني هي
مقنع بس لا الليب ولا الاكس راي تشست كان سجستيف وما كانش معانا حاجه كونفينسنج ان احنا 7% من حالات الساركيدوزيس بيجوا بايزوليتد نيورو ساركيدوزيس واعتقد ان الكونس از فيري كومن في الساركيدوزيس وفي الحالات دي كتير من الاحيان بياخدوا بايوبسي من الكونس ليجن هل فكرتوا تاخدوا بايوبسي منها؟ لا وي نيفر صراحه لا بياخدوا يعني اي نو هو اللي كان لينا كونفيدنس شويه ان ستيل وي ار ان 3 ييرز اوف فولو اب ومفيش لا سيستميك ولا نيورولوجيكال كومبلينتس ابتدت يعني موجود ف اتس ورث فولو اب عملت نيرف كوندكشن ستادي يعني هل كان في اي راديكولار كومبوننت او بريفيرال نيرف افكشن ولا لا يا دكتور لا لان هو التشخيص الاولاني خالص اللي كان فيه راديكولار برزنتيشن كان متشخص انه لامبر ديسك سورت اوف لامبر ديسك ديزيز وما كانش يعني واخد اتنشن قوي والكومبلين ده هيستوريكال يعني احنا ما جاتلناش بيه قوي ف وي وير نوت انا اقصد على اساس انه يحطنا في دايجنوزس ثاني يعني وجود ايوه طبعا اتس كوايت بروبابل يعني ما فيهاش ليبتو من انجيال انهانسمنت برضه ما كانش فيها لا بس هو طبعا يعني one of the convincing signs للساركيدوزيس بس هو يعني sometimes ممكن في الاول ما تجيش ممكن برضو انا حقيقي مع احترامي للكونسلتيشن اللي تعمل بره برضو في possibility ان هي neither ادم نور انت ممكن برضو يعني ده هو experience لكن ما اقدرش I can't swear ان it's either ادم or that لا it might be the case يعني other diagnosis تانية خالص انا بس عايز اعمل كومنت خارج الحاله بقى يا ابو لفه للجروب كله يعني احنا النهارده لما بنعمل البروتوكول فور ام اس بنبعته للراديولوجيكال سنترز نادر قوي لما حد يقول لي انا شايف كورتيكال ليجنز او ليبتومنجيل فوليكلز والحاجات دي بقت مهمه دلوقتي قوي كسايت اوف دايجنوستس ومهمه بروجنوستيكالي ما بلاقيش انا ريبورت جاي من الملاك ساعه اشعه بيقول والله انا اي ديسكفرد كورتيكال ليجن او ليبتومنجيل فوليكلز مهمين كسايد بنعد نمره واحد عند بروجنوزس طبعا مهمين قوي يعني الكورتيكال والليبتومنجيل فوليكلز مهمين قوي بروجنوستيكالي فانا برضو يعني ريكومنديشن احنا لما نطلب في ريكويست نعمل نقول له دير دبل انفرشن اهتمي لي بالدبل انفرشن اهتمي لي بالكورتيكس اهتمي لي بالليبتومنجيل follicles if they are there. تمام فهمت طبعا كل اجري مور يعني هو الكورتيكال ليجنز يعني بعض المراكز يعني بعض المراكز ممكن تعمل اللي هو الدبل انفيرجن ريكفري ستيل ما بتعملش بالتكنيكال ريكويرمنت المطلوبه ان هو لازم يبقى 3 دي دبل انفيرجن ريكفري يعني بيقطع تقريبا على ملي 3 دي فلير لا 3D double inversion recovery عشان يبقى قادر انه ريلاي يعني يبقى ريلايبل ديتكشن اوف ذا ليجن لان الليجنز ان الفاليسز في المنطقه ديت بالنسبه للدبل انفيرجن سيكونس الدبل انفيرجن سيكونس الارتفاكتس فيه عاليه قوي فهي ممكن يبدو عايز ا جود اكسبيرينس يعني مش برضو مش منها كتير اللي لكم انجل ليجنز لان ما معلهاش حتى الانتر ريتر اجريمنت يعني لما مثلا في المراكز مثلا في مركز زي مثلا زي ماجنت جروب احيانا بيبقوا مثلا يجيبوا 6 أو 7 ريترز حد كلهم بيقروا نفس الاشعاعات ما بيبقاش الاجريمنت ما بينهم بدرجه عاليه احيانا واحد يقول دي كذا واحد يقول كذا فما بيبقاش سوليد ان هي تو بي انتروديوسد انتو روتين كلينيكال براكتس ودول بيبقوا اكسبرتس اللي بيبقوا قاعدين يشوفوا الاشعاعات بيبقوا حد كواليفايد انه يقدر يشخص يعني عشان وقتنا ابو الوفاء بشكرك مره تانية معلش انا ليا بس سؤال اخير للدكتور محمد ابو الوفاء اتفضل فين البابيونا بتاعتك يا محمد والله بس يعني فيرتشوال هحاول اجيبها فيرتشوال ارسمها مثلا او بس موجود حطها كده حطها لنا كده يعني شكرا يا حبيبي شكرا ابو الوفاء دلوقتي اي ليف ذا ثيرد برزنتيشن لاعتقد الدكتور هاني ولا حسين انا ما عنديش فكره دكتور حسين بيه صديقي العزيز مشتاق لرؤيتك اتفضل قدم الثيرد سبيكر ودي انا بعتز بيها دي واحده من يعني زميله هي اصغر مني بكتير بعتبر زميله حقيقي انا سعيد بيها قوي وشيز فيري بروميسينج وان اوف ذا ريفرنس عندنا في اسكندريه دكتور حسين اتفضل يا حسين
السلام عليكم أساتذتي الأفاضل، الأستاذ الكبير الأستاذ دكتور فاروق طلعت، إخواتي الأعزاء الأخ الكبير دكتور مجد والدكتور ماجد والدكتور هاني عارف. بشكر شركة نوفارس أولا على اللقاء العلمي الجميل ده، وبشكر إن هم جمعونا مع بعض في القعدة الجميلة دي الحقيقة يعني. بشكر كمان المتحدثين السبيكرز اللي قبل كده، الدكتور عمرو فؤاد والدكتور محمد أبو الوفا. الحقيقه المحاضرتين ممتازين، مش عايز اضيع وقت كتير. انا اسمحوا لي اقدم لكم الاخت العزيزه الدكتور الابنه العزيزه بقى ولا ايه مش عارف، دكتوره ايمان حمدي من اسكندريه، مدرس بجامعه اسكندريه قسم النيورولوجي. هي هتتكلم برضك عن كيس بريزنتيشن بتوضح لنا فيها البيشنت بروفايلنج اند ايرلي انترفينشن ان ام اس مانجمنت. اتفضلي يا دكتوره ايمان. اتفضلي. مساء الخير الاول دي بروفيسورز اند كوليجز، شكرا جدا دكتور حسين على تقديم حضرتك، وشكرا لدكتور فاروق على الكلام الجميل وتوجيه حضرتك المستمر، وشكرا لنوفورت على الميتنج الجميل ده. الحقيقه I really like the idea، it's somehow innovative ان احنا نعمل كيسز بالشكل ده ويبقى كاننا موجودين في لجان الام اس بس على وايدر سكوب، ويبقى معانا اساتذتنا من different ام اس يونتس في مصر. فهي حاجه لطيفه اننا نعمل كده علشان نناقش البيشنتس اللي احنا بنشوفهم. وشكرا لدكتور عمرو ودكتوره بالوفا على البيشنتس اللي قدموهم. والمفروض ان انا هقدم بيشنت برضو من عندنا من اسكندريه، والعنوان بتاع البرزنتيشن هنا patient profiling and early intervention and MS management كطريقه من الطرق اللي احنا ننهانس بيها المانجمنت اوف MS patients. الحقيقه البيشنت اللي هقدمه is not an odd patient، ولا حاجه غريبه ولا حاجه مختلفه، هو patient اكيد حضراتكم شفتوه في اللجان في كل مكان، وهو بس فكرته انه يعني طالما احنا معانا اساتذتنا من اللجان المختلفه it's something nice ان احنا نشوف اراء حضراتكم برضو لما تشوفوا البيشنتس ده، وهل هيكون نفس المانجمنت بلان ولا لا، وهنمشي بيه ازاي. فكره الايرلي انترفنشن this is يعني the trend في الام اس وورلد وايد، ان كل حاجه دلوقتي في الام اس كل حاجه early as much as we can. طبعا ده ليه فلاسس كتير زي ما دكتور ابو الوفا بيقول ان sometimes we do rush into diagnosis، وزي ما دكتور فاروق بيقول، بس ستيل ده ما يمنعش ان الايرلي مانجمنت الايرلي دايجنوسس من الاول الدايجنوسس والايرلي مانجمنت اوف ام اس بيشنتس حاجه فاندامنتال وما ينفعش ان احنا نستغنى عنها، لان التاكلينج ذا بيشنتس في الايرلي انفلاماتوري ستيج ده اكيد ليه اوتكم من داتا كتير جدا عندنا في الليتريتشر على اللونج تيرم اوتكم بتاع البيشنتس بتاعنا. فاول بيشنت اللي هنعرضه هو اتس نوت ا لونج كيس يعني، بس اتس وورثي ذا ديسكشن، وحقيقه احنا حابه ان انا اسمع اراء حضراتكم في المانجمنت بلان. هي 33 يير اولد اكاونتنت، هو حد بريفيوسلي هيلثي ما كانش فيه اي حاجه، وهي سكسسفل ان هيز ورك. His first presentation كانت في December 2018 when he presented for the first time ever بأتاكسيا و right lower limb weakness. Fortunately, he sought medical advice with a neurologist. فالحمد لله he was diagnosed يعني طلب منه imaging و he was diagnosed as multiple sclerosis وأخذ pulse steroid solimodrol for 7 days. وهو بيقول إن هو على كلام وإن هو تحسن و he doesn't think that he have any residual. الكلام ده كله كان قبل ما احنا نشوف البيشنت. And he presented to us the MS unit in Alexandria at the first time in April، عبر ما تحول عندنا in April 2019. وكان في الوقت ده عملنا له، رجعنا طبعا الهيستوري بتاعه وعملنا له examination وعملنا كل حاجة ورجعنا الامجينج. وفي الوقت ده على الرغم ان البيشنت نفسه كان بيقول ان he doesn't feel that he has any residual، بس الexamination بتاعه كان فيه subtle signs، بس actually subtle signs دي were enough انها تخلي الـ EDSS بتاعه 1.5. ف this means انه he was not fully recovered as he was thinking. كان فيه pyramidal signs تخلي الـ EDSS بتاعه pyramidal subscore بتاعه 1، وكان فيه some mild intention tremors with dysmetry على right upper limb، بس واضح ان هما they were not bothersome for him عشان كده ما كانش بيشتكي منهم، و some impairment في vibration sense، but he was يعني الambulation بتاعه كان unrestricted، فكان عندنا some functional scores فيهم 1، فال EDSS بتاعه كان 1.5. okay. لما شفنا الامجينج اللي كان عاملها كان فيها periventricular lesions، corpus callosum lesion، كان فيها infratentorial lesion في المادبرين وفي الواحد صغير هنا في الميدل cerebellar بدونكل، مش عارف واضح ولا لا، والcervical imaging بتاعه كان free. يعني legions كانت almost typical for multiple sclerosis، ما كانش عليها debate ولا حاجة.
طلبنا له lab profile to exclude the mammics. We know that we should exclude the mammics مهما كان the patient is very typical. His vasculitic profile and ACE were negative. وطلبنا له CSF and it was positive for the oligoclonal pans and the IgG index was high. At this point of time, كأي لجنة وكأي patient بنشوفه, we have many questions. كان إيه diagnosis بتاع patient at this stage, يعني أول ما شفناه, هل patient he needs to be treated ولا لأ, ولو حيبقى treated, which DMT, do we have any data at this early stage عن ال prognosis بتاعه, and how shall we follow him up, أو ال follow-up plan بتاعه هتكون عاملة إزاي. First of all, for diagnosis, we know this is a case of CIS, هو لسه في الفيرست attack بتاعته, بما إن ال imaging بتاعه في الفيلينج فعلى ال criteria أو classification الجديدة ال subtype من CIS اللي هو single attack MS هو ده this patient, ومعايا positive oligoclonal pans, ف there was no يعني challenge قوي في ال diagnosis بتاعه. بس كان السؤال اللي وراه treatment, shall we treat this patient at this early stage ولا لا, هو لسه في first relapse. يمكن لو كنا سألنا نفسنا السؤال ده زمان شوية كان ممكن الإجابة تبقى مختلفة, أو إن إحنا لسه في challenge هنعالج ولا مختلف. Specifically إن زمان الكريتيريا بتاعت الـ MS كانت بتعتمد على الـ presence أو الـ occurrence of the second attack أو الـ first relapse. من أول poser criteria بتاع زمان أوي with different editions بتاعت المكدونالدز criteria, كان الدياجنوسيس معتمد بشكل كبير إن إحنا نلاقي first relapse. بس بعد كده مع revisions بتاعت المكدونالدز criteria بقى مهم أوي إن إحنا detect the patient very early, وإن إحنا even patient في first relapse دي أحسن وقت إن إحنا نقدر نعالج البيشنت فيها as early as possible. فبعد ال changes اللي حصلت في المكدونالدز كريتيريا, ودي واحدة من الحاجات اللي بتعمل world wide إن إحنا نشخص ال patients as much as possible, بقى ال patients في CIS stages اللي ليهم كريتيريا معينة, منهم إن هم يميت ال 2017 diagnostic criteria of MS معاهم positive oligoclonal pans, they have a very high risk إن هم convert بعد كده clinically definite MS, and therefore they are indicated for a disease modifying therapy. So the answer here at this stage اللي احنا فيها دلوقتي في الايرا اللي احنا فيه ده, yes we shall treat this patient. يمكن زمان شوية من خمس سنين ولا حاجة كنا لما نلاقي patient في CIS stage نبتدي نقسمهم بقى عندهم good prognostic signs و bad prognostic signs and decide. بس recently بعد ال latest revision of the McDonald's criteria بقى الموضوع أسهل شوية إننا ناخد قرار في حاجة زي دي. فكان ال decision هنا yes we shall treat. So another thing ليه احنا محتاجين ان احنا نعالج البيشنت ده وما نتاخرش في الدايجنوسس, ان وي نو ان كل ما نتاخر في التريتمنت كل ما البيشنت هاي بروجريس. وي هاف داتا ان كل سنه تاخير في الانيشيشن اوف ذا ديزيز موديفاينج ثيرابي بتزود احتمال البيشنت ان هو يوصل اي دي اس اس سكور 4 7.4% بير يير. عشان كده احنا وي شود ستارت از ايرلي از وي كان, وده واحد من الحاجات بتاعه الايرلي انترفنشن ان احنا وي شال ستارت ايرلي, يعني اول ما نقدر نثبت ان البيشنت عنده مالتيبل سكليروسس او عنده هاي ريسك ان هو يبقى كلينيكالي ديفينيت مالتيبل سكليروسس زي سي اي اس ويز بوزيتيف اوليغوكلونال بانس, وي شود ستارت التريتمنت. سو ذا نيكست كويستشنز بقى كان ايه الدي ام تي اللي نقدر نبتدي بيه, وهل احنا عندنا اي داتا دلوقتي من البيشنت فيرست ريلابس دي عن البروجنوزس, وهاو شال وي فولو ذس بيشنت اب. حقيقة على الرغم من البيشنت ده he's still in his first relapse, هو apparently well وهو نفسه مش شايف ان هو في اي residual, بس هو actually عنده many alarming signs and symptoms او يعني presentation تقول ان البيشنت ده may go into the aggressive course. He's a male patient, the age at onset slightly high, يعني احنا دايما بنخاف من فوق 35, بس he's 32, يعني مش صغير قوي برضو, مش في ال 20s as يعني as معظم البيشنت اللي ممكن يبقى benign. His relapse اللي حصلت له كانت somehow severe relapse indicated a hospital admission with treatment. It was multifocal cerebellar pyramidal, كان incomplete recovery, كانت affecting domains dangerous زي الموتور والcerebellar, كان في brain load يعني مش عالي قوي بس still موجود, وكان في infiltratorial lesions. And we know that those parameters are one of the يعني some of the parameters اللي بتقول ان البيشنت ده احتمال كبير you go into an aggressive course, starting من الـ age, من الـ male gender والrelapse itself والـ some يعني وجود مثلا infratentorial lesions والـ high IgG index. So those alarming signs كانوا بالنسبة لنا يعني first thing في challenge في diagnosis. What shall we do with this patient? We give this patient, we knew, we decided إن البيشنت ده يعني واضح إن هو he will go into the aggressive course, وdefinitely في follow-up plan we should meticulously follow this patient up, ومش هنجيبه كل ست شهور أو بعد كده annually زي معظم البيشنت اللي بنشوفهم بالنايت. لا, we should يعني follow him up on a more frequent basis, واحنا فعلا قررنا في الوقت ده ان البيشنت ده we should see him on every 3 months basis, مش وهنعمله full examination on every 3 months basis, مش هنستنى لما البيشنت يجي في الشهر السادس او بعد سنه. So which treatment shall we start بقى, هنبتدي باللو او الفيرست لاين وبعدين نجو اب ولا لا.
يعني we know ان احنا up till this moment في كل الديان بنبتدي ماشيين بال two schools. يعني في patients بنبدا معاهم low ونبتدي ان escalate, وفي patients بيحتاجوا ان احنا نبتدي معاهم ب highly effective treatment from the start. ولسه في اخر لجنه كان في discussion, short discussion كده, عن ان actually recently بقى فعلا في shift كده towards ان احنا نبتدي highly effective treatment في في category كبير من patients. بس طبعا up to this moment we still do start to low and go slow في بعض patients على حسب patient نفسه. For this patient, بعد discussion, we didn't know هل نبتدي first line ولا second line, ويمكن ده حاجة على الرغم من simplicity of the patient, it was a point of discussion هل نبتدي معاه عادي first line ولا نروح second line, ولأن احنا في resources available والحاجات كتير, we decided that this patient will try first the first line على الرغم من احنا we know ان هو he may go into the aggressive course. وانا حابه بعد ما نخلص البرزنتيشن اشوف راي حضراتكم كنتوا هتعملوا ايه at this stage. ف we decided ان احنا هنبتدي first line بس بشرط ان احنا هنفولو this patient on a more frequent basis. We have a lot of medications for first line therapy, ويمكن الاختيار بينها بيعتمد على حاجات كتير, منها الافيلابيليتي والpatient's preference وحاجات كتير. But for this patient يعني تصمم احنا ابتدينا بانترفيرون. Was started the interferon 1 month after the visit, عقبال ما خلص الpaperwork, وهي started in May 2019. وكان الفولو اب بلان ان هو هيجي لنا after 3 months نشوف الدنيا اخبارها ايه ونعمل full examination, مش بس ان احنا دايما بنشوف البيشنت after 3 months عشان نأسس اللاب بروفايل والسايد افكت من medications والحاجات دي. بس for this patient قلنا بعد 3 months هنعمل full assessment. جالنا فعلا بعد 3 months in August 2019, وهي was reporting clinically ان هو عنده الارمات, he feels that, وعنده paresthesia in his left hand, وكان في slight elevation كده في liver enzymes, but otherwise his examination was stationary. We know in the LRMAT والparesthesia, oh, they are reported on the EDSS sheet, but they do not contribute to the EDSS functional scores, مش بيرفعوا يعني sensory score, فالEDSS بتاعه was still 1.5. So our decision, كنا هنكمل زي ما احنا, مش هنعمل حاجة, على الرغم ان this is another thing برضو من الحاجات الالارمين كده, ان الpatient بيجيله a new lesion, another new lesion, يعني احتمال كبير يكون عنده another new lesion هو اللي عمله الارمات دي. فwe continued on the same treatment, وبعدين شفنا الpatient بعد another 3 months, احنا قلنا هنشوفه on 3 months basis, وال 3 months الجايين دول هو 6 months from the start of the medication, المفروض بقى هنعمله فيها imaging تاني اللي هو الphase 9 عشان نشوف بعد كده, وهنعمله assessment من اول. He reported at this point of time injection site reaction كده وحاجات من الـ interferon, وفاتيج وcognitive problems. Cognitive problems احنا عارفين EDSS مش بيهتم قوي بالcognition, واحنا actually يعني up till this moment مش بنعمل formal cognitive assessments for all the patients, مع ان دي حاجة من الحاجات اللي probably in the next 5 years هيبقى مهم في كل الMS units ان احنا نعمل PyCAMS مثلا او PASAT او whatever لكل الpatients, لانه خلاص بقى واحد من almost يعني well-known markers ان الpatient هيجت progressive ولا لا. بس مستر اس ده هي ريبورتد كوجنيتيف بروبلمز, وابتدت تاثر على شغله, كان محاسب فابتدت تاثر على شغله, وده يخلي الاستريبر سكور بتاعه يبقى افكتد. وي نو جوه الاي دي اس اس مش بيهتم قوي بالمنتيشن, بس وانس ذا بيشنت او سيجنيفيكانت اذر ستارتد تو ريبورت تشينجز وي سكور هيم 2 في المايلد, يعني مايلد ديكريز ان منتيشن, وبيبقى في التوتال فانكشنال سكور بتاع سيريبرال 2. ف ذس ميكس هيم ميكس هيز اي دي اس اس سكور يعلى ل 2 على السيريبرال. وطبعا بيبقى في يعني ديسكشن كتير, هل ده حاجه سبجكتيف البيشنت هو اللي بيريبورت, ممكن يكون سايد افكت مثلا مع الدبريشن اللي اسوسييتد مع الانترفيرونز, وهو ده اللي اثر على الكوجنيتيف كونسنتريشن. فالموضوع بيبقى سام هاو سبجكتيف يعني, بس يعني بروبابلي يعني ده بروجريشن. لما شفنا الامجينج لقينا البرين امجينج اولموست ذا سيم, ويمكن كمان في بعض الليجنز السايز بتاعها اقل, بس السيرفايكال امجينج ابتدى يبقى فيه باتش هنا دورسال هاي دورسال هاي يعني ان ذا دورسال بارت اوف ذا كورد هاي سيرفايكال, ودي ماتشينج مع الارمات ساين ذات هي واز ريبورتينج. ف ذير از ا نيو ليجن هير. اوكي, سو كان الكويستشن بقى ات ذس بوينت, احنا كده 6 مانثس فروم ذا ستارت اوف انترفيرون, والبيشنت الاي دي اس اس بتاعه انكريز هاف بوينت, بس تاونا على سيريبرال اند وي ار نوت 100% شور ده حاجه objective يعني نقدر نعتمد عليها, ولا الموضوع is just subjective لان البيشنت is reporting واحنا مش حاطين في الاعتبار باقي الفاكتورز ممكن تكون affecting his cognition, وفي one spinal lesion ظهر عند البيشنت. يعني تاني كل الحاجات دي بتput into our mind ان البيشنت ده برضو ماشي في البروجريسيف او الاجريسيف, he's يعني going to be aggressive, بس ما عندناش حاجه في ايدينا valid قوي تقول احنا نقدر نغير treatment دلوقتي ولا لا, shall we escalate او نغير treatment plan ولا لا. كل السكورز اللي احنا بنستخدمها في الاسكليشن whatever
كل يونت بتستخدم ايه، بس كلهم بنستخدمهم بعد ما يكون at least one year of treatment عدى. فاحنا ما نقدرش ان apply them now، احنا لسه الانترفيرونز يا دوب هتبتدي تشتغل، فما نقدرش نقول ان الاكتيفيتي دي ليها علاقه بالميديكيشن وان اسكاليت، عشان الميديكيشن is not effective. بس الديفينيشن بتاع البيشنت نفسه هو اللي ممكن يختلف. وي نو ان الام اس ستيجز او الفينوتايبس بتاعه الار ار منها active وhighly active واجريسيف. active يعني attack in the past 2 years, highly active 2 attacks in the last year, aggressive يعني وصل EDSS4 within 5 years. وليه طبعا definitions كتير لكل حاجة، بس ده أكتر حاجة. فالpatient ده لو اعتبرنا ان الرماتش اللي حصلت دي والchanges اللي حصلت within the past 6 months دي activity، فالpatient ده قد يكون highly active MS ومحتاج ان هو كان يبتدي له من الاول highly effective treatment. وthis is this was another point of debate، هل الديسيجن ان احنا نبتدي له first line من الاول كان غلط في patient جاي لنا apparently كويس EDSS بتاع 1.5 أو 2، وان هو عنده prognostic factors تقول that he will go into the progressive course أو into the aggressive course، هل كان مفروض من الاول نبتدي highly effective treatment ولا لا، و is it proper ان احنا نبتدي دلوقتي او ان احنا نكمل دلوقتي ولا لا. يعني this was a point of discussion. Again, we couldn't reach a decision أو قوة إن إحنا ن go into a highly effective drug. ومش بنقول إن ده صح أو غلط. We don't know. إحنا حابين إن إحنا نسمع رأي حضراتكم بعض. وبرضو at this point of time, if you face this patient عند the EDSS of 2 down على 6 months from the start of the interferon, was it proper إن إحنا نديله a highly effective drug غير الانترفيرون، ولا برضو كان ممكن ياخد مثلا second opinion في another MS unit ويقول لا the patient is still EDSS 2 ما عندوش حاجة. So we didn't give him anything. وكملنا على الانترفيرون وقلنا برضو هنشوفه on a more on a frequent basis وهنشوفه بعد other 3 months. Unfortunately قبل ما يكمل ال 3 months قبل ما يجي لنا كده ب a couple of weeks جاله another new relapse. Relapse again كانت multifocal paraparesis و optic neuritis على one side و incontinence. والبيشنت أخذ ليها ستيرويدز وحصل partial recovery برضو مش full recovery. وشفناه بعد والإيماجينج بتاعته كمان الإيماجينج بتاعته كمان لقينا فيها increase في الليجنز، ما كانش في ليجنز بريفنتريكولر بالعدد ده، في جزء منهم زي اللي كان هنا ما بقاش موجود. الميدثريبيلر بلانكي ليجن برضو إلى حد ما راح، الميدبرين ليجن ابتدى يقل، بس بقى فيه more than new يعني 3-4 أو أكتر كمان 4-5 مثلاً new lesions في periventricular area. ففي activity definitely radiologically وclinically. ولما عملنا patient examination unfortunately the EDSS بتاعه 4، هو ده بعد 1 month تقريباً من الrelapse، استنينا 1 month وده this is not very right، يعني مفروض نستنى 3 months. و sometimes في data بتقول إن patients ممكن يتحسنوا up to 6، وفي data أقل بتقول إن up to 12 months ممكن نأسس الـ EDSS. بس إحنا قلنا يعني مش عايزين، يعني إحنا وقفنا في كذا stage قبل كده بنفكر الـ patient ده is going into go into the aggressive course، فمش عايزين يتأخر أكتر من كده. فبعد 1 month from the relapse لقينا الـ EDSS 4 في more functional domains affected. الـ patient ampulation نفسه ابتدى يتأثر، فخلاص ما بقاش fully ampulated or unrestricted ampulation زي الأول. He still can move more than 500 meters بس ما بقاش like before. وبقى عنده weakness، فزود ال parameter score والcerebral power، بقى فيه more functional scores affected والEDSS بتاعه وصل لفور. So this patient now هنعمل له إيه؟ هو بقى كده في خلال الست شهور التانيين كده خلاص الانترفيرون المفروض ان هو ابتدى يشتغل، بس جاله another severe relapse, new periventricular lesions و 2 point increase in the EDSS score. What shall we do at this point of time؟ لو مشينا whatever scoring system for the escalation or breakthrough lead activity هنلاقي we need to escalate سواء بالمنكترمز سواء بالريو او المودفايد ريو على حسب كل unit بتحب تمشي بايه. بس هو بالall scores the patient is indicated for escalation. So the next step for this patient was to escalate. خلاص we will not stop again. احنا مهتمين ان احنا نعمل early intervention for this patient، وكنا فكرنا كذا مرة في السنة الاولى of treatment احنا نescalate. So this is time for escalation. Which of which again we do have a lot of medications ولسه medications عمالة تزيد era by era، بس احنا بنعتمد على حاجات كتير منها اكتر حاجة availability والpatient preference. وبما ان الpatient ما كانش ليه insurance ولا حاجة فما كانش عندنا a lot of options، بس we start يعني after discussion with the patient and everything we decided to give this patient ocrelizumab because he was an aggressive patient. لو اعتبرنا ان EDSS 4 ده final يعني patient مش هيتحسن تاني، المفروض ان احنا نعمله examination بعد كده، بس reaching an EDSS 4 within 1 year or 1 year or 2 months فده أقل بكتير من 5 سنين، this is an aggressive RRMS. وحاجة تانية ان البيشنت ده عنده early disease activity بتقول ان definitely he will get worse أسوأ من ناس كتير. We have data ان البيشنت اللي بيجيلهم 1 relapse in the first 2 years بي may ياخدوا 22 years عشان يدخلوا في secondary progressive stage، whilst البيشنت اللي بيجيلهم 3 or more relapses بيدخلوا في secondary progressive stage
almost 7 years earlier than the patients بيجي لهم one relapse. So our patient لو اعتبرنا في نص دي activity, so this patient has a يعني high أو يعني very bad prognostic signs إن هو حيدخل في secondary progressive stage earlier عن الناس اللي بيجي لهم relapses أقل. So this was a patient. A patient بدأ معانا بسينز تقول أو predictors تقول إن he may go into the progressive course, but we were not there enough إن إحنا نبتدي aggressive treatment من الأول خالص, وخاصة إن patients apparently كان كويس. يعني الفايندينجز اللي عيناها كلها في الإكزامينيشن كانت كلها حاجات نسميها subtle signs أو patients مش بيشتكي منها, ودي أهمية إن إحنا نعمل meticulous examination EDSS score specifically at the early stages of the disease. وبعدين وعطينا الأوكوليزماب إتاليتا ستيج هي بعد سنة ونص سنة وشهرين مثلا من الأونست. بس إحنا بنسأل هنا هل يعني إحنا كان عندنا تشانس إن إحنا نبتدي highly effective treatment earlier than this ولا لا. مهم إن إحنا نعرف الكلام ده ليه, لأن إحنا عندنا a lot of data published by recently إن كل ما نبتدي بدري كل ما الpatient conversion into secondary progressive stage يكون أقل أو يكون أبطأ. يعني لو بدأنا first line treatment first في first 5 years من البيشنت بالبروجريشن بتاعه بيبقى احسن من لو بدأناها اكتر من 5 سنين. ونفس الكلام لو عملنا اسكاليشن, لو بدأنا فيرست لاين وبعدين عملنا اسكاليشن ايرلي في الفيرست 5 ييرز اوف ديزيز اونست, البروجريشن بيبقى احسن من لو بدأنا بعد ال 5 ييرز. وان البيشنتس اللي بنبتدي معاهم بلو هايلي افكتيف ميديكيشنز البروجريشن بتاعهم على اللونج تيرم احسن بكتير من البيشنتس اللي بنبتدي معاهم باللو اور سلو ديزيز موديفاينج ثيرابي. So up to that, up till this moment, وعلى patient زي ده وpatient أكيد بنشوفه في لجان كتير, احنا still we do have unmet needs and goal of treatment. لسه عندنا points كتير على الرغم من data الكتير أو اللي احنا اللي available عندنا ونعرفها عن ال عن ال proper time for changing the disease modifying therapies والideal treatment اللي بتدي بيها وdifferent protocols اللي بنعملهم implementation في different units. Still بنشوف patients على الرغم من هم simple they are challenging. فإمتى نبدأ بالضبط وإمتى نقول at this point احنا هنغير وكل الناس هتتفق ان هو البيشنت ده محتاج ان هو يغير. امتى هنقول ان احنا محتاجين ندخل على الهايلي افكتيف تريتمنت واحنا وي هاف داتا ان الهايلي افكتيف تريتمنت الاول اكيد احسن, بس الظروف البلد والفاينانشال ايشوز والحاجات كتير مش بنقدر ندي كل البيشنتس الهايلي افكتيف تريتمنت وعشان السايد افكتس وحاجات كتير. بس وي نيد ستيل تو نو اني بيشنتس بالظبط وامتى بالظبط هنبتدي نديهم الهايلي افكتيف تريتمنت ده. وده كان الconclusion يعني من البرزنتيشن ان احنا we do have a lot of data in patients اللي عندهم early predictors disease activity محتاجين ان احنا نبدأ لهم treatment as early as we can عشان ما نتأخرش بعد كده والpatients يحصل لهم progression as our patient كده. And thank you. شكرا دكتورة إيمان. الحقيقة مفيش تعارض طبعا بين محاضرة الدكتورة إيمان ومحاضرة الدكتور أبو الوفا ان ده ابتدت early وان التاني كان كان رش ان هو يبتدي ايرلي. يعني ارجو ان ده يكون واضح في المحاضرتين. انا ليه بس كومنت يا دكتور ايمان بعد اذنك. اتفضل حضرتك يا دكتور. اتفضل حضرتك يا دكتور. في المرحله اللي هو كان ليرمت ساين ظهر فيها مثال لو كنا عملنا سيرفايكال ام ار اي ساعتها حتى في الفولو اب اللي عملناه اللي بعدها بتاعه الام ار اي كنا ممكن نلاقي الليجن اللارجنج او كده, وكان ده هيساعدك ان انت تلقط العيان سو ايرلي شويه. يعني النقطة الثانية احنا عملناه بعد 3 شهور, يعني عملنا الايمجينج بعد 3 شهور عشان يبقى بيز لاين بالمرة عشان البيشنتس ما يتعرضش يعني راديولوجي كتير. بس حضرتك طبعا الام ار اي مش مزعجة قوي زي السي تي. يعني الحاجة الثانية ليه ما فضلتيش الناتالزومام عن الاوكرزومام؟ عشان يا دكتور ده كان فور فاينانشال ايشوز. الناتالزومام مش موجود لسه على نفقة الدولة والبيشنت ما كانش كفرد بالانشورنس. متهيألي هو كان هيبقى اوقع كتير يعني. اكيد اكيد طبعا. طيب في اي كومنت من حد دكتور ابو الوفا؟ انا عايز اخش في الحديث. طب اوكي تفضل دكتور ماجد. تفضل يعني طبعا هو طبعا بشكر دكتور ايمان وما شاء الله يعني الاجيال الجديده اللي طالعه الثلاثه يعني برزنتيشن سكيلز هايله, ودي احسن حاجه ان الواحد يبقى عنده القدره ان هو يوصل المعلومات اللي هو عايز يقولها. فأنا طبعاً بشكر الدكتورة إيمان برضو زي ما الدكتور عمرو تلميذ الدكتور ماجد والدكتورة أبو الوفا تلميذ الدكتور بهي والدكتور حسين والدكتورة إيمان تلميذ الدكتور فاروق أستاذنا كلنا. فما شاء الله يعني كلها أجيال طالعة يعني قوية جداً. شكراً يعني جداً حضرتك يا دكتور. يسعد إن هو يسمعهم ويشوفهم. أنا بس ليه يعني تعليقات معلش كتيرة
طبعا هو في الاول العينه مش سي اي اس ولا حاجه، لان حسب الماكدونالد 2017 هو طبعا هي طالما اوليجو كلونال بانس بوزيتيف يبقى العينه ده ات از ام اس فروم ذا بيجنينج، وبالتالي الكويستشن بتاع تدي علاج ولا ما تديش علاج اللي انت سالتيه في الاول ده مش مفترض انه يكون مطروح وانت على ان هو ام اس. الحاجه الثانيه ان هو العيان من الاول حتى لو الاي دي اس اس سكور بتاعه 1.5 بس هو عنده بروجنوستيك ساينز وحشه، يعني كون ان يجي له بيراميدال وسيريبيلر ويبقوا فيهم ريزيديوال، لان انت بعد كده شفتيه بعد 3 اشهر او 4 اشهر من الاتاك الاولانيه وكان فيهم ريزيديوال، فالعيان ده من وجهه نظر انا شخصيا كان لازم يبتدي على حاجه زي الفينجوليمود من البدايه خالص، مش يبتدي على الفيرست لاين ثيرابيز. الحاجه الاخيره اللي مهمه برضو ان الاي دي اس اس 4 اللي انت خدت عليه ديسيجن بتاع اوكريلوزوماب ده كان during the attack أو following the attack، فإحنا ما بناخدش decision EDSS4 within زمن قصير إلا لما يبقى فات وقت على الاتاك وفضل الريزيديوال EDSS4، ده كان بعدها بشهر أو شهرين الـ EDSS4 ثلاثة أشهر ما كملش. أنا شايف أنا أبريل وفبراير أو حاجة زي كده يعني، فطبعا ده برضو كفاية لأن العين ممكن يتحسن يبقى الاي دي اس اس بتاعه ينزل يعني يبقى 3 مثلا ولا حاجه زي كده. ف يعني هو يعني اذا كان كونفيرمد ان الاي دي اس اس ده 4 بعد 6 اشهر يبقى طبعا هو ده لازم ياخد حاجه زي الاوكريلوزوماب لانه هيعتبر انه اجريسيف، لكن من البدايه خالص هو كان المفروض ان العين ده يبتدي بحاجه زي الفينجوليمود لان يعني one of the worst prognostic factors ان يبقى فيه ريزيديوال ديسابيليتي خصوصا لو موتور وسيربيلر الاثنين مع بعض، يعني حتى لو الاي دي اس اس سكور بتاعه واطي لكن ده واحد من البروجنوستيك ساينز اللي هي يعني تستدعي ان الواحد يقف ويفكر العيان ده هيستفيد بفيرست لاين ثيرابي ولا لا. دكتور ماجد اتفضل. انا بشكر الدكتور ايمن جدا على البرزنتيشن هايله. ايمن بصراحه البرزنتيشن هايل جدا جدا والفولو اب بتاع العيان ممتاز جدا وطبعا مش غريب على تلاميذ الدكتور فاروق. يعني انا مش هزود عن مجدي، يعني هو الدكتور مجدي قال صراحه اللي انا كنت هقوله. انا اي ثينك ان ذيس بيشنت فروم ذا ستارت ميل بيشنت فوق حاجه و30 سنه عنده انفراتنتوريال ليجن في الام ار اي عنده بيراميدال وعنده سيريبيلر، اعتقد ان ده كانديديت فور فينجولومود من الاول او الهايلي اكتيف الهايلي افيكاسيوس ميديكيشن. طبعا احنا محكومين في مصر على فكره، دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه، ان احنا من سنين عمر ما كانش عندنا الا هو الانترفيرون وبس، وكان قبله حتى ما كانش فيه علاج، كان انترفيرون وزي ما انت قلتي كده بنعمل لاترال شيفت بنغير من نوع لنوع. فوجود الادويه الجديده عندنا الحقيقه برضو والهايلي افكتيف دراجز دي از ان ادفانتج مش حاجه وحشه، لكن المهم اختيارك للعيان. فعلا انا احط العيان ده من الاول على فينجولومود من اول برزنتيشن حقيقه، وما كنتش استنى وخصوصا ان هو يعني وضحت الرؤيه من الاول، يعني زي ما انت عملتي الفولو اب بتاعك كل 3 اشهر كان كل 3 شهور بيجي لك بنيوسومتولوجي. ف اي ثينك ذس بيشنت از ا كاند فور هايلي افيكاسيوس ميديكيشن، وكنت احطه على فينجول مود الحقيقه. شكرا جدا الدكتور ماجد. الدكتور ماجد اعتقد الوقت سرقنا شويه، الاخ العزيز الدكتور ماجد يتفضل يقدم اخر محاضره او اخر حاله. طبعا اتس ماي بليجر بقى ان احنا نختم اليوم بوحده عين شمس ويمثلها الاستاذ الدكتور لا المدرس دكتور محمود سعد. ومحمود سعد على فكره دايما اسمه بيبقى يعني من المشاهير، فيتفضل محمود هيكلمنا على الكوجنيشن. برضو نقطة كانت دكتورة إيمان حمدي أشارت إليها إن من الحاجات المهملة شوية ما عندنا في الإيفاليويشن، فهو هيركز على حتة الكوجنيتيف ديسفانكشن اللي بيحصل مع عيانين لما استفضل يا محمود. حيك النهاردة أن هقدم حالة وإن شاء الله أكون أقدمها بسرعة كده. هو 30 years old male patient work as accountant. الرجل ده محاسب married right-handed. عنده positive family history of MS. أخوه his brother diagnosed relapsing remitting MS 6 years ago من 6 سنين. Started the first line failed عليه وشفت the second line.
في positive family history of consanguinity. His condition started 2 years ago. العين ده من سنتين بدأ يلاحظ weakness of both lower limb associated مع sensory manifestation, tingling, and numbness regularly. رغم ان عنده family history of MS للأسف راح للدكتور sought medical advice. دكتور شخصه كأنه نيرابثي واداله symptomatic treatment والعيان حصله partial improvement لكن ثبت له شوية manifestation still موجود. 6 months later patient developed attacks of gait and fatigability. Meanwhile, the patient became forgetful with difficulty recalling recent events. Frequently notified in his job for not fulfilling the tasks he was supposed to do. العيان كل ما حد يقول له اعمل كذا يقول لهم انتوا ما قلتوليش حاجه. While he couldn't recall receiving these tasks in the first place. That caused him social embarrassment and occupational consequences and troubles. العيان شغال محاسب بدأ ينسى كل حاجه، رؤساء بيدوا له اوامر اعمل كذا اعمل كذا، هو مش فاكر اساسا ان هم قالوا له حاجه. بدأ ينسى كتير جدا وده عمل له مشاكل في شغله. Being an accountant, the things he used to do simply before became more complicated and took longer time. The patient was anxious because he became afraid to lose his job. This is why he reconsulted another neurologist. At time of examination, the patient, after the, his doctor examined him, he has a pyramidal signs, cerebellar and cerebral. كان العين عنده mild very distal weakness, عنده attacks of gait و moderate mental affection. Total EDS score at time of diagnosis كان 3. Accordingly, MRI brain and cervical spine was done, collagen profile and full lab assessment was requested to confirm diagnosis, and patient received oral steroid with mild improvement of gait attacks. All labs, including collagen profile, thyroid profile, autoantibodies, is labs were normal. ده الـ MRI بتاع العيان زي ما احنا شايفينه في multiple white motor lesions. لو قربنا الصورة شوية هنتلاقي انها periventricular وحاجات واخدة juxtacortical وحاجات واخدة U-shaped fibers. في الصورة دي مبينة في الليفت هيمسفير بدأت الليجن تبقى confluent mainly في الليفت هيمسفير جنب البوستيريور هورن. ده الـ MRI cervical مطلع multiple cervical patches وفي swollen cord around. الكي بوينتس اللي حابب اوضحها في العيان ده، ده العيان ده ده الفيرست دايجنوزيس، ده عيان لسه جاي جديد بيشتكي من المانفستيشن دين، عنده فاميلي هيستوري في ام اس. بادئ بحاجات موتوريك، الفيرست اتاك كانت سباينال، وصل اي دي اس اس 3 في اقل من سنتين، وكان معاه اي كوجنيتيف اند سايكولوجيكال امبيرمنت. For this, أنا أحب أوضح إيه الإمباكت بتاع الكوجنيتيف إمبيرمنت في عين إم إس. الكوجنيتيف إمبيرمنت حاجة very frequent بنشوفها في تقريباً 40-70% من العينين الـ MS. Then start very early even في العينين الـ CIS. لو عين CIS ممكن تلاقي في عينين CIS up to 30% من العينين دول عندهم mild to moderate cognitive affection. Cognitive impairment especially affect episodic memory and processing speed. طيب في حاجات بنسميها the hidden symptom. معينين كتير بيجوا لنا الواحدة احنا دايما بنركز على الحاجات الموتوريك. بنركز على البراميدال، بنركز على السيريبيلر، بنركز على الفيجوال، لكن دايما بننسى نايدنتيفاي الكوجنيتيف افكشن بتاع العينين. مع ان الكوجنيتيف افكشن ده له نيجاتيف انفلونس على الكواليتي اوف لايف، على الفوكيشنال زي العيان ده، العيان ده خلاص اباوت انه يبقى يترفد من شغله بسبب اخطاء حسابيه كتيره، على البيرسونال لايف، على الكومبتنس في الديلي بيرفورمنس. وجود الكوجنيتيف افكشن، وجود الكوجنيتيف افكشن ده بريدكتور، واحد من البريدكتورز للديسيز بروجريشن. زي ما الدكتوره ايمان كانت بتتكلم على الباد بروجنوستيك ساينز لعيان يقلب لسكند بروجريسيف او يتحول لبروجريسيف ستيج. بينج ميل بيشنت لو عيان ميل، الفريكوينت ريلابسز لو العيان بيجي له فريكوينت ريلابسز سبيشلي لو بتسيب وراها ريزيدوال ديفيسيت، لو عندي هاي ام ار اي ليجر لود، لو عندي برين اتروفي،
لو العيان ده بيسيب ريزيدوال بعد كل اتاك. لكن الكوجنيتيف ده واحد من السترونج بريدكتور للديسيز بروجريشن، ان وجود الكوجنيتيف افكشن معناه ان انا بيحصل لي لوس للنتورك، بيحصل نتورك فيلير، بيحصل ثيننج بيحصل كورتيكال ثيننج في العيانين الريلابسنج، especially لو كان affecting the cognitive processing speed والميموري والميموري. تاني حاجة إن هو strong predictor للdisability progression. The probability of disease progression in the presence or absence of cognitive impairment. لو أنا عندي لو جبت مقارنة ما بين two groups، group عيانين عندهم cognitive impairment وجروب عيانين ما عندهمش cognitive impairment. العيان اللي عنده cognitive impairment time to EDSS4 يعني disability progression significantly higher في العيانين اللي عندهم cognitive rather than العيانين ما عندهمش cognitive impairment. Also time to second progressive stage significantly higher في العيانين اللي عندهم cognitive affection rather than العيانين ما عندهمش cognitive affection. ال cognitive impairment في العيانين MS بيظهر early even في العيانين CIS، حوالي 30 ل 35% في العيانين CIS بيبقى عندهم cognitive affection، حوالي 45% من العيانين relapsing remitting بيبقى more prevalent و higher في العيانين progressive، up to 75 ل 80% في second progressive و up to 90% في primary progressive، يبقى هو more frequent في العيانين progressive. طيب عشان كده احنا عندنا unmet need to delay disability progression سواء كانت motoric او cognitive. العينين دايما اتعودنا العينين اللي ما كانوا بيقولنا زمان العينين اللي هم second progressive او primary progressive ما كانش عندنا treatment للعينين دول. Currently we have a treatment. قبل كده ما كانش عندنا disease modifying indicator لل second progressive except methoxanthrone. حاليا احنا عندنا السبينيموت واخد approval. وال current idea في العيانين اللي هم عندهم progression ان انا اعمل حاجتين، احافظ على الهاند function والcognition. ال expand phase 3 studies اللي انا عايز اوضحهم من ال expand phase 3 study results، رغم ان هي اشتغلت على الحاجات الموتوريك ان عملت 21% ريدكشن في 3 مانس عملت 3 ريسك اوف ريدكشن للكونفيرم ديسابيليتي بروجريشن و 6 ات 3 مانس و 26% ريدكشن في الكونفيرم ديسابيليتي بروجريشن ات 6 مانس، انما كان في بوزيتيف ريزلت على البرين فوليوم والكوجنيشن. البرين فوليوم على البرين فوليوم كان في 23% reduction في brain volume loss versus placebo، وكان في improve في symbol digit test ب 2.5 point. اللي عايز اقوله من ال study دي ان انا رغم ان العيان بقى في progressive stage still انا محتاج ال unmet needs، محتاج ان انا احافظ على ال brain volume، لان في ال studies كلها انا عندي varieties كتيرة او بريدكتورز كتيره للبروجريسيف ستيج، ان انا العيان يتحول من ريلابسنج ريميتنج لعيان سكند بروجريسيف. واحد من الكونسيستنت فاريبلز اللي هي ما بتتغيرش البرين فوليوم لوس، لو عيان عنده هاي برين فوليوم لوس حاجه كونسيستنت في كل الاستاذ اللي عامل دي، واحد من الفاكتورز اللي بتبريدكت البروجريشن بتبريدكت البروجريشن او الكونفرجن لسكند بروجريسيف ستيج. فتريتمنت العيانين اللي في الجري زون من ريلابسنج ريميتنج لسكند بروجريسيف از اسينشال تو بريفنت برين فوليوم لوس اند كوجنيتيف افكشن. بناء على الداتا اللي انا قلتها دلوقتي ان which drug would you like to start with this patient؟ انا عندي male 30 سنه work as an accountant، جاله 2 attacks within 1 year، first attack focal spinal، second attack كان cerebellar، عنده early cognitive affection، عندي positive family history of MS، ال EDSS بتاعي وصل 3.
بناء على الداتا دي وعندي هاي ام ار اي ليجن لود, which drug would you like to start with in this patient؟ العين ده احنا بدأنا له second line. كان ال cause of a choice للsecond line كان بناء على ان العيان ده كان في gray zone ما بين transmission من relapsing remission لل relapsing remitting لsecond progressive phase. لان العيان ده عنده history of positive family history of MS. وجود ال positive family history of MS لو في الفيرست جينيريشن بالذات لو الفيرست جينيريشن بيقول العيانين اللي عندهم هيريديتري او فاميليال هيستوري بيبقوا مور لايبل للبروجريسيف ام اس. ثاني حاجه ان الاتاكس كلها بتاعت ثبات الريزيدوال, ان الاي دي اس اس بتاع العيان ده كان وصل 3 within 1 year من الاتاك. ثالث حاجه ان العيان يعني التشويس احنا بدانا العيان ده سكند لاين, كان اختيارنا للسكند لاين ده من الاول كان بناء على ان العيان ده عنده هاي ريسك او هاي بروبابيلتي اوف بروجريشن تو سكندري ستيج تو سكند بروجريسيف ام اس. شكرا شكرا محمود على الانجاز ان انت انجزت بسرعه. احنا متاخرين فعلا اوت اوف تايم. لو في اي تعليق او اي كومنت. ايوه ماجد, بس انا لا تعليق. يعني هو محمود اثار نقطه مهمه جدا اللي هو موضوع الكوجنيشن, والحقيقه احنا محتاجين فعلا تولز تساعدنا في ان احنا يعني نقدر تو دايجنوز الايرلي افكشن للكوجنيشن, خاصه زي ما هو قال يعني ده واحد من البريدكتورز المهمه اللي بيقولوا الديسابيليتي على اللونج تيرم. طبعا يعني نوفارتس الحقيقه من اول الشركات مع الجيلينيا وفكرنا نعمل البرين اتروفي وجابوا النيورو كوانتو وكده, ولكن عمليا يعني ده اثبت برضك انه صعب تطبيقه على ارض الواقع. الاختبارات سهله, اسهلهم طبعا الاس دي ام سي, بس برضك ما اعتقدش ان كتير مننا بيستخدموه. يا ريت يعني في بعض السوفت ويرز, يعني انا عارف مثلا كوجفال, بس كوجفال حتى بايجن يعني صعب ما دخلتوش مصر, وانا حاولت برضك ما عرفناش نجيبه. فيا ريت لو في حاجه سهله نقدر كابلكيشن نطبقها بحيث ان العيان نفسه يعملها وبسهوله اقدر تو بريدكت ان العيان ده فعلا عنده ايرلي افكشن لكوجنيشن, اعتقد ده هيساعدنا كتير في الديسيجن ميكنج بالذات في الايرلي كيسز. استكمالا لكلام الدكتور هاني, هو طبعا الاس دي ام تي سهل, يعني هو ما بياخدش وقت, فهو احنا لو نعمل له امبلمنتيشن كونستانت يعني مع العيانين هو ما بياخدش زمن خالص. بس يعني بالتالي يعني في الريل في الروتين براكتس ما اعتقدش انه احنا كلنا برضك او بنعمله بصوره روتينيه, بس لو في ابلكيشنز اعتقد ده هيسهل كتير. ممكن طبعا, وطبعا مفترض ان هو احنا بنتكلم على الشغل في الوحدات المتخصصه يعني بتاعه الام اس سواء في الجامعات المختلفه او كده, فهم برضو مفروض ان ده يبقى امبلمنتد في الروتين ايفالويشن بتاعهم, يعني لان دي حاجه مهمه قوي واللي هي بروجنوستيك فاكتورز مهمه جدا. انا رايي فعلا مهمه جدا الموضوع ده, نيجليكتد في كل الجناحين, يعني احنا لازم نهتم بيه. يعني بوينت اوف انترست حقيقي مهم قوي ده, كل ريفرنس والتيرش بيتكلم على الكوجنيشن, ومهم قوي ان احنا بنكونسيدر ات ان اور كيسز في اللجان كلها مفروض. اوكي, شكرا محمود على الحاله الاخرانيه, وبشكر كل عمرو فؤاد ومحمد ابو الوفا وايمان حمد ودكتور يقفل السيشن. طبعا في النهايه يعني هو اللي حصل النهارده ده بالظبط هو اللي انا كنت بتكلم عليه في الاول. احنا اولا شايفين اجيال جديده طالعه فاهمه ومتمكنه ودارسه وعندها برزنتيشن سكيلز عاليه جدا, يعني تبشر ان المستقبل ان شاء الله بتاع الام اس هيبقى يعني يزدهر اكتر واكتر واكتر, وهو ده هدفنا في الاول وفي الاخر, ان يبقى فيه جيل تاني وجيل تالت متمكنين وفاهمين ودارسين وعارفين وقادرين يعبروا عن نفسهم كويس قوي. فيعني طبعا انا فخور جدا بكل المتحدثين النهارده, لان هو ده هدفنا النهائي, يعني ان احنا نخلق اجيال تانية.
الحاجة التانية طبعا انه برضو يعني احنا كلنا قعدنا قعدة طويلة جدا وانبسطنا جدا، وبشكر طاقم نوفارتس كله على رأسهم الدكتورة جيهان ان هم اتاحوا لنا الفرصة دي، وهم معانا زي ما قلنا في الاول من البداية خالص. واحنا بنعتبر ان مع نوفارتس بالذات يعني اعتقد ان كل الدكاتره بيعتبروا ان نوفارتس دي يعني احنا اسره كبيره، يعني سواء كان احنا ولا نوفارتس ولا كده، هم شركاء لينا اكتر ما هم مجرد سبونسرز لاحداث معينه، وبنشكرهم جدا. وطبعا بشكر كل الساده الحضور اللي موجودين وعلى راسهم الاستاذ الدكتور فاروق طلعت والدكتور ماجد والدكتور هاني والدكتور حسين وكل من شاركوا في الميتنج. و يعني اعتقد انه مفيش احسن من كده الام اس سكول، بقى احنا هنسميها ام اس يونيفرسيتي بعد كده، مش هنسميها سكول. السكول دي بتاعت المبتدئين، من اللي شايفه وسامعه من الشباب اللي بيتكلم دول يعني طالعين كبار كده من اولها على طول، يعني استاذ ورئيس قسم، يعني استاذ ورئيس قسم. انت اللي بابا، انت اللي بابا يا بابا يعني. انا انت ميرسي يا دكتور مجد. الحقيقه اي ويل ايكو اللي حضرتك قلته بجد. الحقيقه انا بشكركم جدا على وجودكم معانا، والحقيقه انا يعني بجد منبهره بالليفل اوف الانتر اكشن والفورم نفسه. احنا ويل بي كوبيد، واعتقد ان كانت اوبورتونيتي هايله للجونيور نيورولوجيست تو شير. زي ما حضرتك قلت احنا بنعتبرهم رايزنج ستارز، واحنا بروميس ان السكول اوف ام اس زي ما حضرتك قلت هنحولها بقى اليونيفرسيتي هنسميها، بس احنا بجد وي ويل ريبيت ساتش فورم. وبنشكر حضراتكم على يور انسايت يور جايدنس، لانه في الاول وفي الاخر انا متخيله انه الكيسز دي والديفيكلت كيسز اف اي وود سي هتفتح مجالات كتيره جدا فور ذا سيك اوف بيتر اوتكمز للعيان اللي بيستراجل من الام اس ان شاء الله. فانا اي وود لايك تو ثانك يو اول و thanks for the rising stars بالcases، وإن شاء الله نتقابل قريب بقى. نتمنى face to face، ما كانش يبقى we will continue بالفورم ده إن شاء الله. تصبحوا على خير جميعا. تصبحوا على خير.